مساء الخير، برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من مصر. النهاردة السبت ميعاد لقائنا الأسبوعي مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، وده أول لقاء لنا مع فضيلة الدكتور في برنامج من مصر بعد شهر رمضان والعيد، وبعد انتهاء إذاعة حلقات برنامج مصر دولة التلاوة، واللي الحمد لله رب العالمين يعني لاقى إشادة وترحيب وقبول عند حضراتكم الحمد لله، وده كان من خلال اللي بيصلنا بشكل مباشر أو من تعليقات حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحمد لله على ما قدمنا خلال شهر رمضان من أعلام دولة التلاوة اللي بتميز مصر وتميز القوة الناعمة لمصر في قراءة القرآن الكريم. 33 من كبار قراء القرآن الكريم، في غيرهم كتير، هناك كثر لم نتمكن بكل تأكيد في شهر رمضان من أننا نتطرق إلى حياتهم، ولكن يعني ما وفقنا إليه في خلال الشهر 33 من كبار قراء القرآن الكريم في مصر وتاريخ دولة التلاوة المصرية كان طبعا الحمد لله مردودها كبير جدا من القبول عند حضراتكم. فالنهاردة إن شاء الله نتكلم مع فضيلة الدكتور علي جمعة على هذا البرنامج القيم. إن شاء الله يكون معانا اثنين من أبناء القراء، المستشار زين طه الفشني ابن القارئ طه الفشني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد ابن فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إن شاء الله يكونوا مشاركينا في الحوار بعد قليل مع فضيلة الدكتور علي جمعة. وإحنا كمان بنتكلم على شهر رمضان والأجواء الجميلة اللي اشتقنا ليها والله رمضان، رغم إن هو يعني لسه خالص أهو من كام يوم، 10 أيام ولا حاجة، ولكن قلوبنا بتهفو لرمضان وتشتاق إلى روحانيات شهر رمضان. كم من بين الروحانيات الحقيقة واللي لازم نتوقف معاها بكل تقدير واحترام هو دور إذاعة القرآن الكريم، اللي كالعادة يعني طول السنة ما تقدمه من علم وتلاوات وصحيح الدين الإسلامي من خلال الأئمة اللي بيكونوا حاضرين في إذاعة القرآن الكريم، ولكن في شهر رمضان كده بيبقى ليها مكانة خاصة في قلوبنا، ليها طعم خاص، وبرامج إذاعة القرآن الكريم بيبقى ليها طعم خاص عندنا، وخصوصا برنامج مع الصائمين الفترة المفتوحة الجميلة اللي كانت بتتلقى فيها الإذاعة يوميا تعليقات وأسئلة المستمعين، وبيكون أحد مشايخ الأزهر موجود وأحد العلماء موجود مع المذيع الكريم في هذا البرنامج القيم مع الصائمين ويرد على الأسئلة والاستفسارات. حاجة الحقيقة كانت وجبة رمضانية جميلة ورائعة. النهاردة نتوقف مع ما قدمته إذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان وبالتحديد الفترة المفتوحة مع الصائمين. أنا واحد من ملايين من الناس اللي كانوا بينتظروها يوميا. إن شاء الله هيكون معانا دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، وكمان إن شاء الله دكتور رضا عبد السلام إن شاء الله رئيس الإذاعة الحالي، وأيضا عدد من مذيعي إذاعة القرآن الكريم هيكونوا إن شاء الله معانا في فقرة تانية. لازم إن احنا نوجه لهم الشكر، إذا كان في نجوم في رمضان فعلماء إذاعة القرآن الكريم ومقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم كانوا هم الشموس حقيقة، كانوا شموس المعرفة، شموس نقل صحيح الدين إلى عموم المستمعين في مصر وفي خارج مصر، إن شاء الله يكونوا معنا بعد قليل. ولكن حابب أولا أتوقف عند الجولة المهمة النهاردة اللي كانت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، راح زار ثلاث مصانع في العاشر من رمضان ومشروعات إسكان في العبور الجديدة. جولة الحقيقة كانت مهمة، كان فيها رسائل مهمة جدا تتعلق بالاقتصاد المصري هنيجي عليها بكل تأكيد، ولكن في قلب في هذه التصريحات أو في بؤرة مهمة من الضوء لابد أن تلقى على جزء مهم من هذه التصريحات اللي أدلى بيها دولة رئيس مجلس الوزراء، ما يتعلق بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، وإن الدولة لا تخفي شيء، وإن في مكاشفة من الدولة للمواطنين حول موقفنا ما يتعلق بقدرة مصر وإمكانيات مصر في الوفاء بكل التزاماتها المالية تجاه المؤسسات المالية الدولية، إن مصر تحترم كل ما عليها من التزامات. حتى هذه اللحظة مصر لم تتأخر في سداد أي شيء من المستحقات. كل ما يقال عن هذا الكلام من هنا ولا من هناك إن هذه الأشياء أو هذه الأقاويل هي ترهات، هو كلام الحقيقة ليس له أي أساس من الصحة. في النهاية مصر قادرة
تمام القدرة إن هي تفي بكل التزاماتها في تنسيق يومي زي ما قال رئيس مجلس الوزراء مع البنك المركزي، أكتر من اتصال خلال الأسبوع، تنسيق ما بين الحكومة ووزارة المالية الشق المالي والشق النقدي مع البنك المركزي، الالتزامات اللي علينا إيه، الأقساط اللي علينا إيه، كل هذه الأمور الحقيقة كانت حاضرة ودايما حاضرة في التنسيق ما بين الحكومة وبين البنك المركزي. مفيش أي كلام ولا ليه أي أساس من الصحة ما يقال إن مصر لن تستطيع الوفاء بأي من التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية. تصريحات الحقيقة كانت كتير، ولكن يمكن ده الجزء اللي هو لفت انتباهي ولفت انتباه ناس كتير. برحب بسعادة السفير نادر السعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. الحقيقة تصريحات كلها مهمة، ولكن هذه الجزئية جت في توقيتها في الوقت اللي كان بالأمس القريب كان بعض يعني الأقلام من هنا أو من هناك في الخارج خصوصا كانت بتشكك في قدرات مصر على الوفاء بالاستحقاقات الدولية. ده طبعا احنا كحكومة متابعين لكل ما يدور سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وما تشهده من تشكيك من غير المتخصصين، وأيضا التقارير التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية والتي تحمل يعني تشكيكا أيضا لكن بقدر أقل من غير المختصين عندما يتحدثون في الشأن الاقتصادي. لكل هؤلاء وأولئك كان حديث رئيس الوزراء اليوم للرد ردا قاطعا ونفي أي احتمالية من أي نوع لأن تتخلف الدولة المصرية عن سداد التزاماتها من أقساط القروض بالعملة الدولارية في الفترة المقبلة. رئيس الوزراء أكد أنه لم يحدث تاريخيا أن تخلفت مصر في حتى في أحلك يعني الظروف والصعوبات التي واجهتها والظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها من قبل، لم يحدث أن تخلفت عن السداد، ولن يحدث في المستقبل أيضا إن شاء الله أن نتأخر، لأن الجداول الزمنية لسداد هذه المبالغ معروف، لن تكون هناك مفاجآت، نعلم جيدا حجم التزاماتنا وتوقيت سدادها، ولدينا من الموارد الدولارية ما يكفي لهذا السداد. رئيس الوزراء أيضا كان حريص أن هو ينفي شيء آخر ما يخص أيضا برنامج الطروحات. أيوة. البعض يشكك في أن هذا البرنامج هو ما تمش ليه لغاية دلوقتي، وهنستنى التعويم ولا ما فيش تعويم، ده كلام كتير كان بيتقال. بالضبط، نتيجة طبعا أن احنا يعني ما بنصدرش بيانات بشكل يومي عن هذا البرنامج، فالبعض اعتقد أن ذلك دليل على أنه متعثر أو متوقف. برنامج الطروحات من أكثر البرامج حساسية، وإحنا كان لدينا خبرة سابقة في التسعينات، لدينا برنامج خصخصة وكانت فيه الكثير من السلبيات. نحن حريصين في الفترة القادمة نحن نتفادى أي سلبيات حدثت في برامج الخصخصة من قبل، ومن ثم كان التأني والتوازن في في كل التوقيتات وفي كل الإجراءات الخاصة به الطروحات. يعني فندم مسألة ما يقال بأن ربط الطروحات أو تنفيذ الطروحات وبيع هذه الشركات أو لمستثمر أو في البورصة لا يخضع للربط مع مسألة الجنيه وقيمة الجنيه مقابل الدولار أو ما يقال بتعويم الجنيه قبل الشراء أو بعد الشراء، يعني هذه جزئية منفصلة؟ هو الرد كان أيضا في حديث رئيس الوزراء لما قال إن احنا بنتوقع منتظرين 2 مليار دولار تحديدا في الفترة من الآن وحتى قبل 30/6 في العام الجاري 2023. يعني رئيس الوزراء قال متوقعين إن شاء الله البرنامج الطروحات الجزء الأول منه هيضر علينا 2 مليار دولار في هذه الفترة قبل 30/6. عندما ذكر هذا الرقم لم يربطه بسعر جنيه، لم يربطه بتحريك سعر صرف، لم يربطه بأي شيء، فده دليل على أن الدولة يعني الدولة والحكومة تعي ماذا تفعل في هذا البرنامج. هيكون في مستشار لرئيس الوزراء يتم تعيينه لإدارة برنامج الطروحات، استشاري دولي يا فندم صح زي ما عرفنا؟ لا، ده غير الاستشاري الدولي، مستشار مصري يعني يحمل درجة مستشار رئيس الوزراء للطروحات، هيكون هذا الملف هو ملفه الوحيد المعني به اللي هو يدير عملية الطروحات، ويكون حلقة الوصل ما بين صندوق السيادي والبنك المركزي وكل الجهات اللي هي داخله في موضوع الطروحات. ده غير بقى الاستشاري الدولي اللي هو هيكون بنوك الاستثمار والاستشاري الدولي، ده شيء منفصل، دول اللي هم الجهات الدوليه اللي هتقودنا لان احنا نعلم مستثمرين اخرين مهتمين بالسوق المصري. احنا الفتره اللي فاتت كنا مركزين فقط على المستثمرين الاشقاء من الخليج او من يعني بعض المناطق الجغرافية الأخرى. الاستشاري الدولي دوره أنه هو يعني يضع أمامك مستثمرين لم
تكن انت على علم بيهم، ممكن يجيب لك مستثمر من كندا من الولايات المتحده عن طريق ان هو هذا الاستشاري بيقوم هو وبنوك الاستثمار بيقوموا بعمليه الترويج للطرح، وهم اعلم منا باي المستثمرين ممكن يكونوا مهتمين بالسوق المصري في الفتره المقبله. دي اهميه انك تتعامل مع استشاري دولي بيفتح لك افاق اوسع. يعني دلوقتي يا فندم نقدر نقول ان الحكومه بتوسع المجال امام ربما مستثمرين ابعد من الحدود الجغرافيه القريبه منا، بنستهدف مستثمرين في نطاق اكبر من العالم. يعني مظبوط تماما، وده الهدف الاساسي من او الفايده الاساسيه اللي هتعود عليك من ان انت تتعامل مع مستشار طرح دولي. اولا بتضمن ان السعر اللي هيجي هو سعر عادل من خلال تقييمات عادله يقوم بها هؤلاء المستشارين واستشاري الطرح. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك ذكرت هيجيب لي مستثمرين ويوسع دايره امامي ولا تقتصر على منطقه جغرافيه معينه. فدي رساله طمانه الثانيه اللي قالها رئيس الوزراء النهارده فيما يخص برنامج الطروحات. طيب عايز اسال حضرتك برضو على مساله الطروحات والشركات الجديده. برضو دوله رئيس الوزراء قال ان هيكون في طروحات لبعض الشركات التابعه للقوات المسلحه من شركتين، هيبقوا 10 شركات، مش كده يا فندم؟ هل اسماء هذه الشركات او محاورها يعني هل ظهرت للعيان ولا لسه شويه؟ لا، لم يتم الاعلان بعد عن ال10 شركات. لكن مجرد ان رئيس الوزراء النهارده افصح عن وجود 10 شركات وال10 شركات تتبع القوات المسلحه، ده كان امر مفاجئ حتى لاكثر المتفائلين. ده احد الموضوعات اللي كانت بتشهد تشكيك متواصل في ان في مصداقيه الدوله المصريه في طرحها لشركات تتبع القوات المسلحه. يعني الاول تحدونا وقالوا لا، ده موضوع طرح صافي وطنيه، ده كلامه مش هيحصل. الواقع الان ان صافي وطنيه مطروحين بالفعل، واتخذت الاجراءات اللازمه لهذا الطرح. رئيس الوزراء النهارده بيفاجئنا بمفاجاه اخرى، انه يوجد 10 شركات تتبع القوات المسلحه، ده غير وطنيه وصافي، هيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه زي ما عملنا مع وطنيه شركتي وطنيه وصافي، ان احنا ال10 شركات 8 يا فندم غير وطنيه وصافي، لا 10 غير وطنيه وصافي، يعني بنتكلم عن 12 شركه. 12 شركه كده بالظبط، 12 شركه تتبع القوات المسلحه، وطنيه وصافي دول خلاص انتهينا من الاجراءات الخاصه بيهم اللي خدت وقت طبعا، وده كان متوقع لان بنعمل حاجه جديده تماما ان انت تطرح شركات تتبع القوات المسلحه في الـ 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 البورصه. لكن ان شاء الله ال10 شركات التانيين الاخرين يعني الجداد مش هياخدوا نفس الوقت اللي اخذته شركتي وطنيه وصافي. نتوقع ان احنا خلاص بقينا اكثر يعني درايه واحترافيه في التعامل مع مثل هذا النوع من الشركات واعدادها لكي يتم طرحها. من وقت الاعلان يا فندم حتى اليوم، يعني الى اي مدى لمس الحكومه لمست او صندوق مصر السيادي لمس جديه في العروض المقدمه من مستثمرين؟ لا، هناك طبعا في اقبال، يعني حتى شركات هي وطنيه وصافي يعني الاقبال فقط توقعات، يعني الاعداد موجوده. هيتم طبعا يعني كل المتقدمين وكيف سار موضوع الطرح، لكن الحمد لله ان هناك اقبال. الفتره القادمه وحديث رئيس الوزراء وتطميناته اليوم متوقعين ان شاء الله انها تشهد او هيكون لها تاثير ايجابي. لكن التاثير الايجابي الاكبر انا بقى توقعي ان احنا مع بدايه اول موجه من موجات الطرح دي هتكون اصعب، وممكن ما تكونش دي اللي عليها اقبال اكتر، لكن بمجرد ان انت موجه الطروحات بدات فكل موجه ستكون افضل وعليها اقبال اكبر من الموجه التي قبلها. وده طبيعي جدا في وضع اقتصادي زي الاقتصاد اللي بيواجهه الاقتصاد المصري حاليا والاقتصاد العالمي بشكل عام. يعني بمجرد ان شاء الله ما موجات الطرح تتوالى هيكون الموضوع اسهل، وهيكون الاقبال بشكل تصاعدي كلما سرنا في موضوع الطروحات نهايه ان شاء الله، اللي هو هينتهي امتى؟ ال 32 شركه اللي حددهم رئيس الوزراء من قبل، اللي هم الربع نهايه الربع الاول من عام 2024. يعني على نهايه قبل مارس 2024 نهايه شهر مارس 2024 ان شاء الله نكون انتهينا من الجزء الخاص بال 32 شركه. طيب الحكومه ازاي بتنظر الى الحوار الوطني اللي هينطلق يوم الاربعاء ان شاء الله 3 مايو، واللي في القلب منه بكل تاكيد المحور الاقتصادي، واحد من الثلاث اعمده الرئيسيه للحوار الوطني، واللي جزء منه هيبقى اكيد ضبط الاسواق، جزء منه الخريطه الاقتصاديه او كيفيه التعامل مع الامور الاقتصاديه في الدوله. كيف تنظر الحكومه للحوار الوطني والشق الاقتصادي في الحوار الوطني اللي هيبدا يوم الاربعاء ان شاء الله؟
بالتأكيد بننظر له بكل جدية واهتمام، نتطلع لحوار مثمر ونقاش. طبعا المهتمين بالشأن العام هم المشاركين في الحوار الوطني ويمثلوا مختلف الأطياف، وفي القلب من الحوار الوطني بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية هيكون بكل تأكيد الوضع الاقتصادي في مصر. الحكومة من جانبها ومسؤوليها ووزرائها على أتم استعداد إذا تم دعوتهم للمشاركة في بعض الجلسات ليطلعوا المشاركين في هذا الحوار على مستجدات الوضع وحقائق الصورة كاملة. بعد هذا هننتظر إن شاء الله المخرجات التي ستنتج عن هذا الحوار الوطني، واللي بكل تأكيد هتكون مخرجات مقدرة، لأنك عمرك ما هتجتمع أو هتجمع هذا الكم من العقول اللي بتمثل كل الفئات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية وكل هؤلاء ولا تستمع إليهم. لا، ده سنستمع إليهم وبكل جدية، ومخرجات الحوار الحكومة يعني ستنفذها على أكمل وجه، وده مش خيار للحكومة. ما فيش حرج أو غضاضة أو يعني استنكاف، معقولة هنغير هنعدل مسار هنعدل في القرارات؟ الحكومة لا تستنكف هذا الأمر يعني إذا كان من مخرجات الحوار الوطني؟ أي مخرجات سيتوافق عليها المجتمعون في الحوار الوطني ستكون محل قبول تام من الحكومة، لا استنكاف لا استكبار لا 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 جمود في الفكر الاقتصادي أو في السياسة الاقتصادية اللي بتتبناها الحكومة. وده سبق وعملناه في المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه سيادة الرئيس. ما نشهده حاليا من إجراءات وما شاهدناه في الفترة الماضية هي نتاج أيضا ما تم التوصيات اللي خرجت عن هذا المؤتمر الاقتصادي. نفس الشيء هيكون في الحوار الوطني، سيكون بلا سقف وسيكون كل الآراء مرحب بها بشرط أن يكون هناك يعني توافق حولها، هتكون المخرجات العامة المتوافق عليها هؤلاء المجتمعون في الحوار. نعم، بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا سعد سفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا لحضرتك. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفي على هامش جولته التفقدية للمشروعات في مدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة، كشف خلاله تطورات الاقتصاد المصري وبرنامج الطروحات وخطة سداد الالتزامات المالية على الدولة المصرية. وقال رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، وأن مصر تحترم كل ما عليها من التزامات، وأن رغم الأزمات العالمية نجحت مصر في سداد كافة التزاماتها المالية. الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، دي ثوابت في السياسة المصرية وفي العقيدة بتاعتنا كدولة وتوجيه من القيادة السياسية، مصر بتحترم التزاماتها بالكامل. وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويستهدف طرح أكثر من 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر رئيسي. وأشار رئيس الوزراء أن البنك المركزي يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح 3 بنوك بالبورصة. وأضاف رئيس الوزراء أن القوات المسلحة وافقت على زيادة عدد الشركات التابعة لها لطرحها بالبورصة من 2 إلى 10 شركات. هناك النهاردة تم إعداد يعني مسودة لعقد اللي هنبقى من خلاله يتم تعيين استشاري دولي يساعد الحكومة المصرية في عملية الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية اللي هتشتغل معانا. في خطة واضحة بالكامل بالتفصيل محطوطة وبنتحرك عليها. وخلينا أكد، احنا مستهدفين قبل نهاية يونيو، يعني قبل نهاية 2 شهر من النهاردة، ان يكون تم تحقيق طروح، يعني تم عمل عمليات بالفعل وإنجاز ما يعادل على الأقل 2 مليار دولار. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك في قطاع الزراعة بشكل جيد لتشجيع الفلاح المصري لزراعة محاصيل محددة، ولذلك تم وضع برامج الزراعة التعاقدية. وأكد رئيس الوزراء أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي، حيث بدأ العام الماضي ب 810 جنيهات لسعر أردب القمح ووصل إلى 1500 جنيه، وأكد أن الدولة تستهدف 4 ملايين طن قمح. وفيما يخص برنامج دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء
أنه تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، وأوضح أنه تم إعداد برنامج جديد لمدة 3 سنوات بضوابط محددة، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات على الرغم من التحديات، مؤكداً أن قضية الصادرات أمن قومي. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية في 45 شهراً وفرت 653 مليار جنيه لحل أزمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأضاف أنه تم تخصيص بالموازنة العامة للدولة المقبلة نحو 202 مليار جنيه للتأمينات ومعاشات لحماية 10 ملايين و500 أسرة من أصحاب المعاشات. من مصر، محمد الجباس. كلنا بنتابع الصور الجميلة اللي كانت في العريش على مدى اليومين اللي فاتوا، الاحتفالات اللي كانت موجودة، شفنا حفلة الكينج محمد منير، نجوم الفن، نجوم الغناء، الرياضة، المشاهير، الشخصيات العامة، رجال وعلماء الأزهر والكنيسة المصرية، أطياف المجتمع اللي كانت موجودة في العريش، طبعا احتفالا بسباق الهجن اللي كان توقف لمدة 12 سنة نتيجة الأحداث والفترة اللي الله لا يعيدها اللي كانت مرت بها شمال سيناء بالتحديد والعريش في القلب منها. رجعنا نشوف صور مغايرة خالص. أنا بشكل شخصي أسعدني بوست النهاردة كان مكتوب على فيسبوك في مجموعة من الصور الخاصة بشاطئ العريش، شواطئ العريش الجميلة اللي كانت مصيف لأسر كتير، زي قبل بقى ما يطلع بقى الساحل والكلام ده، كان زمان الناس بتصيف في أماكن معروفة طبعا يعني اسكندرية، جمصة، راس البر، والعريش. ده كان مصيف حلو قوي، مصيف العريش، بحر العريش من أجمل الشواطئ اللي موجودة في مصر أو في الساحل الشمالي المصري. كان النهاردة مجموعة من الصور الجميلة قوي لبعض من الشواطئ، قد إيه جميلة، الرملة، الشمس، المية الصافية. في دعوة للناس إن هي يا جماعة ليه لأ السنة دي فكروا إن نطلع العريش، نروح العريش نصيف فيها السنة دي على الأقل خالص، ممكن رحلة يومين ولا حاجة تروح أنت وولادك وتروح للناس اللي ما رحتش صيفت قبل كده في العريش، تشوف إيه حكاية الجمال والحلاوة والطيبة وحسن الاستقبال من أهالي العريش الكرام للزوار. الناس هناك مشتاقين، يعني أهل العريش مشتاقين للناس إن هي ترجع تاني وتزور العريش وتصيف في العريش وتستمتع بالبلد وبالبحر وبالحياة الجميلة هناك. فسباق الهجن الحياة كان فرصة، نشكر كل الناس اللي ساعدت فيه واشتغلت عليه عشان يكون انطلاقة للعريش بهذا الشكل. بنتكلم على استراتيجية الدولة المصرية كانت بتعملها على مدى 8 سنين عشان ترجع العريش مرة تانية تنتصر على الإرهاب، تنتصر على القبح، تنتصر على الشر وعلى أهل الشر، يرجع تاني المشروعات ويرجع الخير ويرجع التنمية ويرجع تاني الحياة الجميلة اللي كانت بتميز هذه البقعة العزيزة والغالية علينا جميعا من أرض مصر وهي شمال سيناء وبالتحديد العريش. مجلس الوزراء النهاردة المركز الإعلامي الخاص بيه عمل تقرير الحياة مهم جدا، بيقول لنا فيه ايه اللي اتحقق في سيناء في الاستراتيجية القومية في سيناء اللي عنوانها سيناء اين كانت وكيف اصبحت. شيء الحقيقة مهم جدا، ادعو حضراتكم تدخلوا على الصفحة الخاصة بالمركز الاعلامي لمجلس الوزراء عشان اللي ما يعرفش او ما راحش سيناء ولا شمال سيناء يعرف ايه اللي بيتم، ايه الانجازات اللي بتتحقق، ايه المدن الجديدة اللي تم انشائها، مين العريش الجديد اللي يعني مفخرة نقدر جميعا ان احنا نفتخر بيها ودوره ان شاء الله في الاقتصاد هناك في العريش وفي الصناعة وفي التجارة وفي التصدير، خير ورزق واكل عيش لأهل شمال سيناء خصوصا وسيناء عموما، الطرق اللي تم إنشائها، المشروعات الزراعية اللي تم إقامتها، الصناعة، الخدمات، السياحة. شيء الحقيقة عظيم جدا جدا بيحصل في سيناء في الفترة الأخيرة، واللي كان يعني اللي بين قوي الحقيقة ده بمنتهى الأمانة بقول لحضراتكم 48 ساعة الأخيرة اللي كان فيها سباق الهجن اللي كان في العريش، والصور الحلوة للناس وهي مشتاقة انها تسمع محمد منير، والمنظر مئات الاف الناس
آلاف الناس الواقفة وجاية تحتفل بالكينج محمد منير وهو موجود في العريش. برحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع. أستاذ أكرم مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير. مساء النور، كل سنة وأنت طيب والمشاهدين بخير. حضرتك طيب. مصر بخير يا رب. من أيام كنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء 25 أبريل، شوف بقى النهاردة احنا بعد ايام قليله بتيجي الصور الجميله والصور الحقيقه اللي بيسعدني قد ايه الناس في العريش فرحانين بان الحياه رجعت تاني، الامن والامان رجع تاني. شفت المشاهد دي ازاي يا استاذ اكرم؟ هو الحقيقه يعني من يوم 10 رمضان الحقيقه لما الرئيس دار الاستفادات الامنيه يمكن في يوم الشهيد احنا فاكرين كويس قال انه الارهاب اصبح من الماضي، وفعلا يعني دي كانت جمله مهمه جدا انه مش بس الدولة ما كانتش بس بتحارب الإرهاب، كمان كانت بتنمي وبتشتغل، وشفنا الإسماعيلية الجديدة وشفنا الأنفاق خلال السنوات في عز الإرهاب. الأنفاق دي تمت 5 أنفاق صح، وازدواج الشهيد أحمد حمدي اللي هو سينا ارتبطت بالوادي والدلتا، في 400 أو 500 ألف فدان تم إصلاحهم، في سدود مية، في محطات تنقية مية، في محطات تحليط مية، بما يعني يمكن أنت كنت بتقول انه الناس تروح تصيف. انا الحقيقه 3 سنين او اكتر كنت بروح اصيف في العريش، بالمناسبه كان حتى وزاره الشباب والرياضه كانت بتعمل معسكرات، اتمنى ان هي ترجع معسكرات كتيره جدا للشباب كانوا بيروحوا يشوفوا العريش لان ده بحر متوسط جميل وفي اماكن عظيمه، وزي جنوب سيناء ان شاء الله تبقى شمال سيناء كمان. الحقيقه استراتيجيه الدوله مش مرتبطه بس بالسياحه، احنا عارفين ان السياحه نشاط مهم جدا ومصر يعني اعتقد تستحق 20 ضعف ده، لكن كمان الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وضع في اعتباره ان استراتيجيه تنميه مستدامه، بمعنى انه يبقى في زراعه، يبقى في صناعه، يبقى في طرق، يبقى في تجاره، يبقى في محطات تنقيه ميه ومحطات تحليه ميه، في سدود للسيول اللي كانت بتضيع النهارده. فاحنا بنتكلم على خطه كامله للتنميه وجذب العماله وجذب المواطنين، ويبقى في ملايين النهارده انه دي رقعة تنمية وامن قومي ومدن كاملة نتكلم على ده كان ثمنه كبير طبعا، ولا ننسى هذا، ودايما الرئيس يقول ان احنا مش عايزين ننسى الثمن اللي اتدفع وان احنا نحافظ عليه باننا ننميه ونزرعه ويبقى فيه. لاحظ انه كمان شمال سيناء النهارده بقى فيها جامعات، دي خطوة في غاية الاهمية في بناء الانسان. كان السيناوي اللي كان بيضطر يروح طبعا قريبة الاسماعيلية وغيره، لكن يبقى عنده في العريش اكتر من جامعه صح. يبقى عنده في سيناء في جنوب وشمال سيناء اكتر من جامعه وجامعات ومناهج حديثه مرتبطه بسوق العمل. فالنهارده المدارس، المدن اللي مرتبطه بالمنطقه، ده بيجاوب على اسئله كتير طوال هذه الفتره، مش بس الشهداء والمصابين وغيره زي ما انت اشرت للحفل وقبل كده الافطار الجماعي اللي هو اطول مائده تقريبا في رمضان موجود على شاطئ العريش صح. والرئيس لما تحرك بدون حراسه تماما، احنا بيقول مصر امنه اهم شخصيه، والرئيس بيتحرك وبيقول يا جماعه اهي سينا جاهزه للتنميه، وقبل كده ادى اشاره البدء الاليات اللي اتحركت مظبوط مصطفاف تنمي وده. فاحنا بنتكلم بعد ما كانت رايات سوداء، كان في رغبه لم ترفع رايه سوداء على اي مبنى الحمد لله في مصر، ده بثمن كبير جدا طبعا. المصريين دفعوه وبيفكروا القوات المسلحه والشرطه واهالي سينا نفسهم اللي دايما الرئيس يوجه له، والشكر مش بس بالكلام، ان زي ما انت قلت الناس تروح تصيف، كمان الناس تروح تعمل مشروعات، استثمارات كثيره من بره ومن جوه ان شاء الله تيجي، جامعات في النهارده دي مساحه بتضاعف مساحه مصر، احنا عايشين على 6% بنقترب من 12% لاول مره بعد الاراضي ومليون ونص فدان، النهارده ممكن ندخل في 15 او 20% نستوعب الزياده السكانيه، وبنطور الانسان وبيبقى في مشروعات زراعيه وصناعيه تفتح فرص عمل. اكيد يا استاذ اكرم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير صحيفه اليوم السابع. كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للارهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء.
بعد 8 سنوات من بدء تنفيذ استراتيجية قومية لتنمية سيناء، تعيش أرض الفيروز طفرة حقيقية وإنجازات تدعو للفخر في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة. ونشر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافات بعنوان سيناء أرض الفيروز أين كانت وكيف أصبحت، لتسلط الضوء على الطفرة الحقيقية والإنجازات في سيناء ومدن القناة. وبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء بلغت أكثر من 15 ضعفاً، مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022 و2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013 و2014، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين، وبلغت الشركات أكثر من 10,000 شركة مسجلة. وشملت المشروعات الصناعية هناك زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش ومجمع الرخام بالجفجفة. وتطرق التقرير أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات أكثر من 2 مليار جنيه قروضا حتى فبراير الماضي. وتناول التقرير أيضا الحديث عن قناة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة زيادة إيرادات القناة بعد افتتاحها 53.8% مسجلة 8 مليارات دولار عام 2022 مقابل 5.2 مليار دولار عام 2015. وتطرق التقرير لجهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، فبالنسبة للمدن الجديدة تم وجاري إنشاء وتطوير 6 مدن أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، فضلا عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان. وأبرز التقرير أيضا جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة للاستفادة من مقومات سيناء، حيث زادت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7%. من مصر، طارق أحمد. بقى لنا فترة كنا بنتكلم مع حضراتكم وفي حوار دائر ما بين مصلحة الضرائب وعدد من النقابات المهنية على مسألة الفاتورة الإلكترونية. وكان الموضوع كان أعلن من شهور إن هيكون في لقاءات ونقاشات ما بين المصلحة ما بين الضرائب من ناحية، وما بين نقابة المحامين تحديدا ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة. دول الثلاث نقابات اللي كان المحامين والأطباء والصيادلة بيقولوا لا والله احنا عندنا بعض التفاصيل اللي ممكن ما تمكناش ان احنا نقدر نتعامل مع الفاتورة الإلكترونية، او ان احنا محتاجين بعض الامور زي الإعفاءات الضريبية. مثلا الأطباء بيطالبوا بتخفيض الضرائب من 20% الى 10% تتخفض، ده عشان مصروفات التشغيل في العيادات، لان انت بتقولي عايز تدي لي المريض او المتعامل معاك فاتورة الكترونية، يبقى انا بالتالي ده هيبقى مصاريف، فانا بالتالي لا لو سمحت خفضني من الضرائب اللي عليا، بدل 20 خليها 10%. الصيادلة برضو بيقولوا حساب المصروفات من 7% لا خليها 25% عشان قيمة التأمينات والكهرباء والمية والاستهلاك، امور كده فنية الحقيقة كتير جدا. ايه اللي هيتم في هذا الاطار، خصوصا ان الوقت خلاص بيعدي واصبحنا على خلاص يعني هنبدا قريبا في الفاتوره الالكترونيه، وبالتالي لازم الاطباء والصيادله والمحامين يكونوا في القلب منها ومن بين المتعاملين بها. برحب بالاستاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحه الضرائب. استاذ سعيد مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك. اهلا بيك واهلا بالساده مشاهدي قناه سي بي سي. اهلا بحضرتك، كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبه الاعياد. يا رب كتر الاعياد في مصر. الله يخليك. عيد المجيد، عيد الفطر، عيد تحرير سيناء، ربنا يكتر الاعياد
واحنا بالنسبه لنا مصحه الضرايب بنقول نهايه. طب ارحب بس بالدكتور سعيد شمعة. اسمح لي بس اسمح لي يا استاذ سعيد، برحب بالدكتور سعيد شمعة نقيب صاله الاهلي. اهلا بيك يا دكتور سعيد. اهلا اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب اتفضل يا استاذ سعيد فؤاد. اتفضل يا فندم. زي ما حضرتك اشرت في البدايه، حصل اكتر من اجتماع ما بين معالي وزير الماليه الدكتور محمد معيط وكافة النقابات، مسؤولي النقابات سواء نقابة المحامين أو نقابة الصيادلة أو نقابة الأطباء أو نقابة المهن التمثيلية. أيضا تم أكثر من اجتماع ما بين النقابات نفسها ومصلحة الضرائب برئاسة الأستاذ مختار توفيق عباس رئيس المصلحة. تم التوافق على كافة المشاكل أو المعوقات اللي ممكن بتقابلهم، شرح كامل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. يمكن أنا حابب أوضح بس وأكد لحضرتك وللسادة المشاهدين اللبس اللي بيحصل ما بين هو أنا الممول كممول، أنا كممول خاضع للفاتورة الإلكترونية ولا خاضع لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. في فرق ما بين الفاتورة الإلكترونية في حد ذاتها وما بين منظومة الفاتورة الإلكترونية. منظومة الفاتورة الإلكترونية كلنا كممولين هنبقى خاضعين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أروح أسجل نفسي في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ولكني غير خاضع للفاتورة الإلكترونية إذا كنت بتعامل مع مستهلك نهائي. إذا كنت أنا كمحامي بتعامل مع العميل بتاعي أو الموكل بتاعي شخص طبيعي أو فرد من الأفراد اللي عنده بيسجل عقد بيعمل عقد شركة بيعمل بيع عنده قضية بيترافع فيها المحامي في أتعاب يعني. نفس الكلام بالنسبة للطبيب بالضبط كده، نفس الكلام بالنسبة للطبيب اللي بيروح له مريض. يبقى أنا في الحالة دي أنا غير مطالب بالفاتورة الإلكترونية، أنا هبقى مطالب بالإيصال الإلكتروني فقط. بسجل نفسي في منظومة الفاتورة الإلكترونية وبأجل وبأرجئ استخراج أو التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني لحين الإلزام من مصلحة الضرائب، حيث أن مصلحة الضرائب حتى هذه اللحظة لم تتعامل مع الإيصال الإلكتروني إلا في عدد محدود جدا جدا، وبنعملها على مراحل حتى يتم التوافق والتنسيق ما بين الجهات المختلفة. يعني يا فندم اللي نفهمه بالتالي هذه المهن المطلوب ان هم يسجلوا في المنظومة، يسجل في المنظومة ولكن مش مطالب دلوقتي بإيصال إلكتروني، ان هو يدي المستهلك إيصال إلكتروني سواء كان العميل في مكتب المحاماة او المريض في العيادة او مش مطالب ان هو لسه يديله إيصال إلكتروني، صح كده؟ ولكن يسجل في المنظومة. خالص خالص بالظبط كده حضرتك استاذ عمرو وضحتها تماما. أنا مطالب بتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وغير مطالب بإصدار إيصال إلكتروني إلا بعد الإلزام من مصلحة الضرائب بقرار من معالي وزير المالية، وده لسه يا فندم صح كده؟ في حينه، والكلام ده ممكن نتوقع أن يصل إلى شهر يوليو 2025. تمام، على يعني يوليو 2025 مثلا، يعني فترات طويلة قوي بنسجل على مراحل مختلفة. تمام طيب اسمح لي الممول اسمح لي يا فندم سواء اسمح لي في الجزئية دي عايز اخد رأي دكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الأهلية. دكتور سعيد يعني في ضوء المعلومات دي اكيد وصلت لكم في النقابة المركزية، يعني في نقابة صيادلة وبالتالي النقابات الفرعية، بالتالي هل الامور اصبحت اكثر وضوح؟ بقى في تجاوب من الصيادلة بشكل اكبر ولا لسه عند فكرة ان احنا محتاجين نخفض الضرائب لو هندخل في المنظومة؟ هو في جزئيتين، الجزء الاولاني ان عشان نبدأ نطبق منظومة الإيصال الإلكتروني كان لازم نبدأ نعد البنية التحتية اللي عند الصيادلة من حيث الاستخدام التكنولوجي للإدارة الصيدلية ومن حيث تجهيز شبكة انترنت ومن كل حاجات كتير قوي قبل ما نبدأ نطبق. ما فيش برضو صيدلية ممكن ما يكونش فيها انترنت واي فاي ولا يكون فيها جهاز كمبيوتر يعني. استاذ عمرو انت عندنا في مصر في المدن والقرى والنبوع اكتر من 90,000 صيدلية في ظروف مختلفة. كنا بننتظر ان يحصل تعاون ومع ما بين مصلحة الضرائب وما بين النقابة ونبدأ نجهز المشاكل اللي موجودة. عندنا مشاكل برضو في نظام التكوين، عدد الاصناف المتداوله في السوق المصري للادويه ما بين ادويه ومستحضرات تجميل وخلافه اكثر من 25%. دي مشاكل كبيره في نظام التكوين. بس دي يا فندم مشاكل داخليه عند الصيادله، ولكن في النهايه مصلحه الضرائب تقول لحضرتك انا ممكن اعمل فيها ايه؟ ده دي شان داخلي
يجب ترتيب البيت من الداخل يعني في مهنة الصيدلة. في الآخر الإلزام بتطبيق الإيصال الإلكتروني هيبقى في يوليو 24 مثلا، فمعنى كده 25 أو يوليو 25 فمعنى كده إن إحنا محتاجين نهيئ ده، وده برضو مش سهل. يمكن برضو أستاذ سعيد هيوافقني إن نظام التكويد ونظام التجهيز ونظام الإعداد لإن الصيدليات تنضم للمنظومة وتبدأ تشتغل فيها حقيقي في صعوبات كتير وفي مشاكل كتير، كان محتاجين إن ده كان ياخد فترة أطول من كده. طيب إيه اللي يمنع يا دكتور سعيد إن يكون في الدخول في المنظومة زي ما تفضل برضو أستاذ سعيد فؤاد وقال في فرق ما بين أنا أسجل في المنظومة ما بين أنا أكون مطالب بالإيصال، وده لسه بدري لسه عليه يعني سنتين مثلا يعني. ما هو حضرتك النهاردة مجرد التسجيل ما بدأ العد التنازلي بالتطبيق، وما نقدرش نخش في التطبيق إلا ما نكون مجهزين لده فعليا. ما في سنتين يعني، ما هو السنتين دول إيه اللي هيتم فيهم؟ محتاجين يكون في خارطة طريق واضحة متفق عليها. إحنا أستاذ عمرو بنتعاون تماما مع سياسة الدولة ومش متعارضين معها نهائي، بالعكس إحنا بنمد يد العون تماما، بس محتاجين يكون في تواصل، محتاجين يكون في ترتيب، محتاجين يكون في تنسيق. انما مجرد ان انا اسجل واتفاجئ بعد كده ان السنتين زي ما حضرتك بتقول او سنه ونص هيعدوا، لا هيعدوا بسرعه، وانا مش مهيئ ان انا لسه ان انا اصدر ايصال الكتروني. طيب ده دي تخوفات، دي تخوفات اسمح لي انقلها للاستاذ سعيد فؤاد. ويعني اللي بيقوله الدكتور سعيد برضه يا استاذ سعيد فؤاد ان فكره قبل ما تقول لي والوقت يجري وال24 شهر يعدوا بسرعه، انا النهارده محتاج منك شويه حاجات تساعدني فيهم. هل ده من مهام مصلحه الضرائب ان هي تساعد الممول فيه، ولا مصلحه الضرائب تقول لك لا انا ماليش علاقه، انا جهه تنفيذ بس مش جهه مساعده؟ ايه اللي ممكن يتعمل، ايه اللي ممكن تساعده بيه سواء الصيادله او الاطباء او المحامين او غيرهم يعني؟ استاذ عمرو، يمكن احنا بنتكلم في موضوع منظومه الفاتوره الالكترونيه بقالنا اكتر من سنتين. في الفتره الاخيره حوالي 6 شهور الماضيه في ورش عمل لكافه القطاعات سواء المهنيه او التجاريه. احنا بنوصل للمقر الرئيسي لكل النقابات الرئيسيه، بنعمل فيها ورشات عمل، ورش عمل. اي مكان طالب ورشة عمل لزيادة المعلومات أو لبحث المشاكل إحنا على استعداد تام. طب هو برضو بيقول لحضرتك الدكتور سعيد أفندم إن إحنا مثلا في عندنا أصناف مثلا مش عارفين نكودها أو لسه ما تكودتش، في بعض الصيدليات ممكن تكون في الأرياف ما فيش مثلا إنترنت، هيبقى عنده صعوبة إن هو يعمل ده. إحنا على استعداد تام وتواصلنا مع نقابة الرئيسية للصيدلة وأبدينا الاستعداد لعمل ورش لتوضيح كافة الأمور في النقابة، سواء النقابة الرئيسية أو النقابات الفرعية يحددوا لنا معاد، وإحنا بنبعت الفنيين بتوعنا وعلى أعلى مستوى للتعليم والتجهيز والاستعداد لتوضيح أي مشكلة تقابلهم. وأنا هأكد على حاجتين. الحاجة الأولانية التخوف من أن دي مكلفة، لا هي غير مكلفة بالمرة، التسجيل مجاناً إذا كان بيخرج أكتر أقل من 200 فاتورة في الشهر فهو هيرفع على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب دون أي تكلفة أو أعباء مالية. بالنسبة لحتة المصروفات اللي حضرتك أشرت إليها في الأول، هو يمكن أو أكبر اتفاقية أو أول اتفاقية تمت منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 كانت اتفاقية التحاسبية اللي بتتم ما بين مصلحة الضرائب والصيادلة بصفة عامة. بنقول ان احنا بناخد 7.5% من اجمالي رقم الاعمال بنعتبره مصروفات، منهم 4.5% الجور والمرتبات طبقا للاتفاقيه التحاسبيه اللي تمت. طب هم عايزين يخلوها 25%، اي تعارض ما بين هذه الاتفاقيه. استاذ سعيد، هم الصيادله برضه، واتمنى ان انا اكون دقيق في ده دكتور سعيد شمعه، يعني ان الصيادله عايزين يرفعوا حساب المصروفات من 7% ل 25%. ما فيش دقه في الحته دي، لا تسمح لي، ما فيش دقة في الحتة دي، لأن هو ما بيكسبش 25 عشان أنا أديله 25. هو أنا إحنا بنتكلم على إجمالي مشترياته، بناخد 7.5 من حجم مشترياته، لكن أنا ده هو أنا بحاسب الصيادلة بصفة عامة بنسبة 15.19% من حجم مشتريات الأدوية. إزاي أديله 25؟ يعني أنا بحقق خسارة من قبل ما أبدأ، وده مش موجود. دكتور سعيد،
دكتور سعيد اتفضل. احنا طبعا عندنا صوت الدكتور سعيد مش واصلني بس تتنامى وتتضاعف بشكل رهيب جدا مصروفات التشغيل والحفاظ على النشاط. فطبعا احنا حاليا طبقا لاتفاقيه مصلحه الضرائب من سنه 2005 هي 7.5%. احنا من حجم الاعمال الكلي احنا ما ينفعش باي حال من الاحوال نقدر نستمر بشكل فعال باقل من 11-12% من حجم الاعمال. ده احنا طالبينه عشان حتى يبقى في عداله في حساب المصروفات. في احنا محتاجين تعديل في اتفاقيه 2005 بحيث انها تبقى بالنسبه دي. احنا عندنا مشاكل كتير يا استاذ عمرو في تشغيل الصيدليات حتى احنا من سنه 1940 حتى الان من بدايه ممارسه النشاط الصيدلي في مصر عمر ما كان ابدا في دواء له سعرين. طيب يعني احنا عندنا خليني مع حضرتك في الجزئيه بس الاولانيه يا دكتور. انا معلش حقك عليا استحملني استاذ سعيد. هل يمكن الاستجابه للمطلب ده من الصيادله نحرك بس الاعباء دي من 7% ل 10%؟ يعني احنا على استعداد تام لعقد اجتماع او اكثر مع نقابه الصيادله وبحث الامر من جديد بالنسبه للناحيه التحاسبيه. لكن ما اشير اليه وما اؤكده ان الاتفاقيه التحاسبيه ليس لها اي علاقه بمنظومه الفاتوره الالكترونيه. احنا بنتكلم على التحاسب المحاسبه الضريبيه. حطينا اسس ثابته ان اجمالي مشترياته من الادويه باخد منها 15.19 ده نسبة ربحيته وبعد كده بخصم منها المصروفات. لو في اي تعديل او تحديث للاتفاقية دي احنا عندنا استعداد تام ان احنا نقعد ونتفاهم ونتواصل. طيب ده كلام كويس. لكن ده لا يؤثر او لا ليس له اي علاقة بمنظومة الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني اللي بنتكلم على الالزام فيه وقت الالزام اللي هو بيمتد معايا لحد 2025. طيب احنا بالتالي هنكون سعداء جدا لو الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية وجه الدعوة للاستاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب عشان تلتقوا في الدقهلية ويكون النقاش ويكون الندوة دي موجودة بحضور الصيادلة في الدقهلية عشان يبقى ان شاء الله في تقريب لوجهات النظر. يعني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا استاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب ودكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية شكرا جزيلا لحضراتكم. النهارده طبعا الجو يعني غريب شوية. هواء طبعا شديد في انخفاض في درجة الحرارة يمكن كان من امبارح بالليل ولكن زاد شوية في الكام ساعة دلوقتي. لو حد خرج من بره البيت هلا في انخفاض ملحوظ الحقيقة في درجة الحرارة. كمان الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج ده كان ظاهر بشكل كبير جدا في اسكندرية. النهاردة تم تعليق الرايات الحمراء اللي هي بتمنع نزول الناس للمية على معظم شواطئ اسكندرية نتيجة لسوء حالة الأحوال الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية. فحذروا الناس يا جماعة ما حدش ينزل البحر ده النهاردة طول النهار. مش عارفين بقى هل الحالة دي لسه هتستمر البكرة ولا ايه الاخبار. ده اللي هنعرفه من دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك استاذ عمرو وعلى كل الساده المشاهدين وكل عام حضراتكم بخير. وسيادتك بخير يا فندم الله يسلم حضرتك. اللي حاصل وحاله الطقس اللي احنا شايفينها وحتى اهو في اسكندريه مفيش الشواطئ كلها مقفوله، الحاله دي هتستمر لامتى يا فندم؟ يعني ان شاء الله غدا الاحد هيكون الوضع مشابه بشكل كبير للحاله الجويه اللي شهدناها اليوم من حيث انخفاض درجات الحراره سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. العظمى غدا هتكون برضه في حدود ال 25 درجه مئويه على القاهره مع 22 درجة على السواحل الشمالية وهتوصل ل 30 على جنوب الصعيد ودي هتكون أعلى درجة حرارة غدا هيتم تسجيلها. كمان غدا ممكن نلاقي بعض فرص لتساقط الأمطار الخفيفة واللي هتكون غير مؤثرة على مناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية زي شمال سيناء وبورسعيد. يمكن غدا يختلف عن اليوم في مسألة إن سرعات الرياح هتبدأ تهدأ عن اليوم بشكل ملحوظ. غدا ممكن فقط نلاقي بعض نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية ومناطق من جنوب سيناء، لكن في أغلب ساعات النهار هتكون سرعات الرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية بكرة إن شاء الله.
لكن بدخول ساعات الليل هيستمر معنا بالفعل الطقس اللي بيكون خلال ساعات الليل بارد، ويمكن يوصل لشديد البرودة على مناطق معينة اللي بيكون ليها طبيعة جبلية أو صحراوية. يعني غدا برضو هتكون الصغرى مشابهة بشكل كبير لهذه الليلة، هتكون ما بين 14 ل 16 درجة مئوية سواء على القاهرة الكبرى أو السواحل الشمالية أو حتى شمال الصعيد. رجعنا شتاء تاني يا دكتور. أجواء خلال ساعات الليل بتكون أجواء ما بين الباردة، يمكن بتكون شديدة البرودة كمان على كاترين ونخل اللي بتوصل درجة الحرارة الصغرى لحوالي 5 درجات مئوية خلال ساعات الليل. بالفعل هي فترة تقلبات بشكل كبير، حذرنا منها ولازلنا بنحذر. دايما بنقول ما ينفعش ننخدع بحالة الدفء، لازم نتابع النشرات بشكل مستمر بسبب التغير ده. في بعض الايام بيلاقي ارتفاع كبير، صح، محدش بيتوقع ابدا اننا خلال الفترة دي ممكن نوصل لدرجات الحرارة. بالنهار مشغلين التكييف وبالليل الناس لابسة جواكت، يعني حاجة بكل صعبة يعني. بكل تأكيد يعني يمكن على يوم الثلاث القادم إن شاء الله نبدأ نشهد بداية تحسن في الأحوال الجوية، هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار تحديدا. يمكن على يوم الخميس هتكون ذروة الارتفاع ده اللي هتوصل ل 33 درجة مئوية على القاهرة. كمان يوم الخميس هيكون السواحل الشمالية لها نصيب من الارتفاع ده اللي هتوصل فيها العظمى ما بين 30 ل 31 وهتوصل ل 37 و 38 على محافظات جنوب وشمال الصعيد ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. نقول كل سنة وصحيفة الوطن صحيفة عزيزة على قلوبنا جميعا وقلوب متابعيها، 11 سنة من النجاح، 11 سنة من الصحافة الحقيقية، من الصحافة المتميزة، من الصحافة تتمتع بالمصداقية بشكل كبير جدا، بالمهنية بشكل كبير جدا، 11 سنة من الصحافة البناءة اللي بتضع مصلحة هذا الوطن نصب أعينها. ذكرى الحقيقة مهمة جدا، كان في عنوان كده عريض للوطن بمناسبة هذه الذكرى، عنوان أنا الشعب. ملفات الحقيقة كتير جدا بتفتحها الوطن لرصد كل ما مر بالوطن، الوطن الأم مصر، خلال السنوات اللي فاتت، وقدرت الوطن سواء من خلال النسخة الورقية أو الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في التعاطي معاه والتعامل معاه، من خلال الأخبار، من خلال المقالات للكبار الكتاب والصحفيين في مصر. فالحقيقة نقول لصحيفة الوطن كل سنة وزملائنا وإخواتنا فيها طيبين، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. في لحظة صعبة احنا بدينا بكلام الحق وبإيدينا، واجهنا وتحدينا كان حلمنا واحنا مقاسون. شكر لجريدة الوطن على استضافتها لينا وعلى المجهود اللي بذلوه من البداية، يعني الإعلام المصري كان داعم بشكل كبير وربما جريدة الوطن كانت في القلب منه. قدامنا مشوار ورسالة لشباب عظيمة رجالة، الوطن مش بس عنواننا، دي حاجة محفورة جوانا. قدامنا مشوار ورسالة لشباب عظيمة رجالة، الوطن مش بس عنواننا، دي حاجة محفورة جوانا.
القرآن الكريم من القاهرة. من رحاب استوديو إذاعة القرآن الكريم ومن هذا المكان ينطلق كلام الله الخالد الذي اجتمعت له كل أنواع الشرف العظيم، مدويا عبر الأثير في مصر والعالم بجماله وجلاله وعظمة آدائه وتلاواته بأصوات عباقرة دولة التلاوة، مصحوبا بعلوم القرآن والسنة. مذيعين نابهين وعلماء ينقلونك من عالم الصخب إلى عالم الجلال والجمال والخشوع والقرب من الله عز وجل. شرفني الله تبارك وتعالى بالالتحاق بهذه الجامعة المسموعة إذاعة القرآن الكريم، والتي هي شرف لكل منتسب. في شبكة القرآن الكريم تتنوع البرامج ما بين التفسير والحديث والسيرة والفقه والأسرة والمجتمع، لكن في شهر رمضان لدينا برنامج خاص للإخوة المستمعين وهو مع الصائمين. شهدنا في هذه الفترة تطويرا من خلال نوعية البرامج، حيث استعنا بالبرامج القصيرة، هذه البرامج التي تعطي المعلومة في وقت بسيط جدا، تطوير حتى شمل المذيعين من خلال إلحاق المذيعين بدورات تدريبية. وتتميز إذاعة القرآن الكريم ببرامجها المتنوعة التي تدعم خطاب التواصل وتعزز من قيم التسامح والتعايش والوسطية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج طلائع الإيمان بيهتم أساساً بإظهار مواهب الأبناء والبنات في جميع مجالات العلم والمعرفة، طبعا إلى جانب المجال الرئيسي حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. الوافدين بالأزهر الشريف نستضيفهم في هذا البرنامج، ومن جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. أنا سعيت سعيا حثيثا للوصول إلى ميكروفون إذاعة القرآن الكريم، طبعا شرف عظيم وأمانة عظيمة ملقاة على عاتقي وعاتق كل من يعمل طبعا في الإعلام المصري، هو يحمل على عاتقه اسم مصر. وهكذا تبقى إذاعة القرآن الكريم هي درة التاج صاحبة المكانة الكبيرة عبر تاريخها المديد في نشر اليقين والنور المبين لمصر والعالم، فهي مصدر الخير والبركة والهداية والسكينة والسعادة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من مصر عمرو موسى. لزاما علينا ان احنا نتوقف ونحيي ليس نجوم وانما شموس شهر رمضان، لانهم شموس بالمعرفة بنشر صحيح الدين. كل من يعمل في إذاعة القرآن الكريم له منا كل تحية وكل تقدير من جميع مستمعي في مصر وفي خارج مصر على ما قدموه دائما منذ نشأة هذه الإذاعة في الستينات وحتى اليوم، ولكن على الأخص أو بالأخص في شهر رمضان كلنا الملايين الكل بيتعلق بإذاعة القرآن الكريم وما تقدمه من برامج وفقرات وما تقدمه من فترات مفتوحة، وخصوصا فترة مع الصائمين، بالإضافة طبعا إلى باقي الفقرات، فلو منا كل التحية. وكان لازم علينا أن احنا نتوقف ونحيي إذاعة القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. دكتور حسن أهلا وسهلا بحضرتك ومشرف. أهلا بك أستاذ عمرو، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا، وأهلا بالزملاء في الاستوديو. طبعا الحقيقة شكر جدا لحضرتك، ولكن حديث حضرتك بيذكرني وكأني أستمع إلى حضرتك في إذاعة القرآن الكريم، وكنت مشتاق، وأكيد كتير من حضراتكم مشتاقين إن إحنا نرى هذه الأصوات اللي بنحبها وبنقدرها ومتعلقين بها نراهم رؤية العين، فأنا بشكر حضرتك على قلبة الدعم. لا لا تحت أمرك طبعا، ويعني يسعدني تماما إن أنا أكون معكم في سي بي سي طبعا، ويعني أكون ضيف معكم في هذا المكان وفي هذه في هذا الوقت،
للسادة المشاهدين جميعا، وخاصة أن إذاعة القرآن الكريم تحمل في طياتها مكانة عظيمة في قلبي. أكيد أكيد بدون أدنى شك. دكتور حسن، شايف إزاي تعلق المستمعين بإذاعة القرآن الكريم وخصوصا في شهر رمضان والبرامج والفترات المفتوحة اللي بتقدمها، واقع ده بيكون إيه على حضراتكم؟ أستاذ عمرو، طبعا يعني كلنا يعلم تماما أن الشعب المصري بفطرته مؤمن مسلم، بفطرته عنده الروح الدينية، وبالتالي فتجده منجذبا دائما ومشدودا إلى المادة الدينية. فإذا ما اجتمعت هذه المادة الدينية مع الوقت الديني أكثر، صحيح، فيعني فبها ونعمت، فلا بد أن ينجذب أكثر وأكثر. إذاعة القرآن الكريم دائما سباقة ما بين جميع الإذاعات المختلفة في أن نسبة الاستماع لها يعني هي الأولى دائما، وإذاعة القرآن الكريم من مصر هي الأولى عالميا بثا واستماعا طبعا، وبالتالي فهي الشخصية المصرية تنجذب دائما لإذاعة القرآن الكريم، ليس في رمضان فقط وإنما في كل أوقات العام. الله. ولكن في رمضان بتبقى الجرعة أكثر إلى حد ما يعني. طبعا دائما إحنا في الطبيعي إذاعة القرآن الكريم دائما شغالة في بيوتنا 24 ساعة في 24 ساعة في معظم بيوت مصر يعني. أكيد. في شهر رمضان خصوصا بنبتدي بنسبح بقى، بنرتبط بها أكثر بالفقرات أكثر، يعني التركيز للاستماع فيها أكثر، الاستماع يعني بيبقى فيها أكثر. إزاي ده بيراعى دكتور حسن وحضرتك رئيس سابق لإذاعة القرآن الكريم، إزاي ده بيراعى في المحتوى اللي بيقدم؟ يعني حقيقة جميع المذيعين في إذاعة القرآن الكريم يضعوا في اعتبارهم أن هذا موسم ومضمار للسباق ليس لمصلحة المستمع فقط، وإنما للتقرب إلى الله عز وجل. وحتى إذا ما كان المذيع يتقرب إلى الله فهو يحاول جاهدا أن يقرب المستمع أيضا إلى الله، وده اللي احنا بنحسه كمستمعين، فيأخذ يعني بيده، مش مجرد شفت إطلاق شفت لا 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 لا, لا, لا. يعني. على فكرة جميع المذيعين تقريبا لا يمتهنون هذه المهنة كوظيفة، وإنما يعتبرونها كرسالة الله أنعم الله عليهم بها الله، حتى يكونوا فعلا ينالوا الثواب، يعني ينالوا الثواب العظيم من الله عز وجل. دي جملة مهمة. فهي ليست وظيفة. إذا تقول الكريم لا يمتهنها كمهنة وإنما كرسالة لوجه الله. ليست وظيفة بالنسبة لهم بقدر ما هي رسالة. الله. وبالتالي فيتنافس الجميع في تحقيق هذه الرسالة، في توصيل هذه الرسالة إلى المجتمع على أكمل وجه. وبالتالي فكلهم يتنافس، وكل منهم يكون سعيدا بتنافس الآخر معه. لماذا؟ لأن الهدف واحد. طبعًا. الهدف الوصول إلى إيصال المستمع إلى هذا الثواب العظيم المرجو من العبد في ذلك الوقت. بنستشعر ده بكل تأكيد، ولازم أتوقف مع حضرتك مش بس لدقيقة ولكن لدقائق، يعني نتوقف كمان مع دقيقة فقهية وطبعا يعني ربنا يجازي حضرتك كل خير أشكرك عليها، لأن طبعا طبعا يعني إحنا بنستمتع وبنستفيد وبنتعلم من إذاعة القرآن. هي برنامج يعني يمكن كبسولة بقدر المستطاع. حينما توليت إذاعة القرآن الكريم وضعت في اعتباري بأن المنهج الجديد وهي السرعة، حياة نمط الحياة أصبحت النمط السريع، وبالتالي فيتطلب منا أن تكون المعلومات أيضا سريعة. فأتت إلي فكرة دقيقة فقهية في أن يكون الإجابة على قدر السؤال سريعا. لماذا؟ لأن بطبيعة الحال يعني غالبية المستمع ليس به الثقافة التي يعني تستدعي معه أن يسمع إلى آراء مختلفة لفتاوى لسؤال لإجابة سؤال أكثر من رأي في أكثر من فقه الأكثر هو يريد يعني يريد قضية من القضايا، ماذا أصنع فيها؟ صحيح. افعل كذا. صحيح. لكنه أكثر من هذا لا يريد. يا سلام يا سلام، عظيم. هنيجي طبعا على تفاصيل كتير لازم أتكلم فيها مع حضرتك، طبعا أستاذنا لا تحت أمرك في الإذاعة المصرية يعني. لكن اسمح لي أن أنا أرحب بضيفنا العزيز الأستاذ رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم طبعا يعني. نعم. أستاذ رضا أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لأخي الكبير الدكتور حسن سليمان وصديقي العزيز. أهلا بيك. وأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لبيان الصفحة البيضاء الناصعة التي قدمت في إذاعة القرآن الكريم حقيقي.
في هذا الإعلام الكبير الإعلام المصري، على اعتبار أن الريادة للإعلام المصري فيما يتعلق بإذاعة القرآن الكريم، على اعتبار أنها أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم التي أنشئت عام 1964، وما زالت تقدم دورها الريادي الذي لا يمكن أن تجد له مثيلا إلا في هذه الإذاعة العريقة، إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أنا بشكر حضرتك، وأكيد مشاهدين كثر من مشاهدين الآن بيشكروا حضرتك ويشكروا جميع الأساتذة والزملاء والعاملين في إذاعة القرآن الكريم على ما قدمتموه خلال شهر رمضان الماضي على وجه التحديد يعني. شكرا جزيلا. اسمح لي، يعني هو الخريطة في إذاعة القرآن الكريم كما قال صديقنا العزيز والرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم حسن سليمان، رمضان له شكل مختلف عن باقي شهور السنة. طبعا في كل مرحلة من مراحل السنة لها تخطيط معين، لكن رمضان له تخطيط الأسبق والأعمق ويعني الأسبق يعني. أكيد. في رمضان اسمح لي أن أنا أقدم هذه البوتقة العميقة جدا لإذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان. فقدمنا على سبيل المثال قرآن المغرب 34 تلاوة من عيون التلاوات ل 34 من كبار قراء مصر، أعلام القراء في مصر، الذي لا يوجد في إذاعة في العالم قراء بهذا الشكل أو بهذه المكان أو بهذه العراقة أو بهذا التراث. دولة التلاوة المصرية. أكيد. دولة التلاوة. وحضرتك قدمت مع فضيلة أستاذنا الدكتور علي جمعة هؤلاء الأعلام من القراء، وكيف كانوا وكيف كان تأثيرهم. فنحن في إذاعة القرآن قدمنا الواقع العملي لما قلتم في البرنامج، يعني ما يتعلق بقرآن المغرب. نعم. الذي كانت تستمع إليه مصر كلها. صحيح. جميع مساجد مصر يعني. صحيح. وبعد قرآن المغرب مباشرة هذا الصوت العبقري، صوت الشيخ رفعت. نعم. وأنا كنت حريص أنه أذان المغرب لابد أن يكون بصوت الشيخ رفعت. صح. لأنه رمضان في مصر لا يمكن أن يكون إلا بأذان الشيخ رفعت. حقيقي. وبعده الشيخ النقشبندي، الابتهالات الشيخ النقشبندي بعد الأذان مباشرة. مظبوط. وكنت أذيعها، يعني كنت أنبه على المذيعين أنها تذاع كاملة، أن الله حقيقي الشيخ النقشبندي يكون كاملا الابتهال كامل. اسمح لي أنه في بعض البرامج قدمنا مجموعة من البرامج، وهذه البرامج لها شكل كما قال الدكتور حسن لها شكل رمضان يعني. صحيح. تكون خفيفة وعميقة في نفس الوقت. اسمح لي أحيي من خلال حضرتك، من خلال وجود حضرتك الفترة المفتوحة مع الصائمين، وأحيي جميع القائمين عليها من الأساتذة المدعين أو من الأئمة الحضور اللي كانوا بيردوا على الأسئلة. يعني الحقيقة فقرة عظيمة ورائعة كانت في شهر رمضان الحقيقة. والله هو مع الصائمين أنا بشوف إن هي بتعرض للمجتمع المصري من الناحية الاجتماعية. صح. يعني عندما تدخل سيدة تسأل عن حقوق الأبناء. أيوه. أو تسأل، هم كانوا بيدخلوا يشتكوا ويفضفضوا يا دكتور. والله كانوا بيدخلوا يفضفضوا يعني. فهي ليست شرعية فقط. صح. وإنما هي شرعية واجتماعية. مظبوط. صح. يعني كانت وكنت دائما ما أنبه على أساتذتنا الكبار، لأن احنا لا نختار إذاعة القرآن الكريم إلا المتمكنين فيما يتعلق بالإفتاء. طبعا. من دار الإفتاء. طبعا. المصرية أو أساتذة الشريعة في كليات الأزهر. حقيقي. أو في كليات الحقوق. صحيح. ودائما ما يكون له تماس مع الجانب الاجتماعي. ده نقطة مهمة جدا جدا. طبعا. اسمح لي برضو حضرتك انه
اقدم ما اقدمه قدمته اذاعه القران الكريم وهي كلمه شيخ الازهر. ايوه هذه الكلمه التي ناقش فيها فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد صيب قضايا المراه من جميع جوانبها بشكل رائع جدا جدا. صحيح. وكذلك لقاء الايمان مع فضيله المفتي. وكذلك اسماء الله الحسنى مع فضيله وزير الدكتور محمد مختار. الدكتور محمد مختار جمعه. حقيقي. قدمنا ايضا مسابقات. المسابقات قدمنا مسابقه رمضان شهر القران التي كانت يعني لها وقع كبير جدا جدا. وقدمنا مع بالتعاون مع وزاره الاوقاف هذه المسابقه ومسابقه اخرى بعنوان مسابقه الماء في القران الكريم. مزبوط. وهذه بالتعاون مع وزاره الري. قدمنا ايضا صلاه التراويح. صح. من مسجد الامام الحسين بكبار قراء مصر. صحيح. وفي مسجد السيدة زينب ومن مسجد السيدة نفيسة وانتهينا بالجامع لجوامع مصر كلها والجامع الأزهر في العشرة الأواخر. خريطة دسمة وخريطة محكمة وخريطة الحقيقة رائعة بنحيي حضراتكم عليها طبعا طبعا أستاذ رضا. ولكن عندي سؤال أخير لحضرتك بقى. أكيد أكيد حضرتك ممكن تعلم هذا السؤال اللي بيدور في أذهان مستمعين وحتى مشاهدين الآن. مسألة بيقولوا إيه الفواصل الإعلانية شوية كترت في إذاعة القرآن الكريم. كويس ممكن نتفهم هذا الدور، ولكن ممكن بيقولوا يعني هل في سبيل من يعني ترشيدها بعض الشيء مثلا؟ إن شاء الله في الفترة الأخيرة نحاول أن نرشدها. وأنا أعلم أن يعني هذا يفصل المستمعين عن برامجنا، لكن الفترة القادمة إن شاء الله يكون لها نظرة أخرى بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. مرة تانية أنا بشكر حضرتك وأرجو حضرتك تنقل تحياتنا لأسرة إذاعة القرآن الكريم جميعا من أمام الميكروفون ومن خلف الميكروفون. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذنا الأستاذ رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور حسن. يعني محبة الناس وتفاعل الناس، وأرجو حضرتك تقولي بشكل شخصي بقى لما حضرتك بتكلم حد وبيلتفت إلى الصوت وبيعرف أن حضرتك دكتور حسن سليمان بيبقى رد الفعل إيه؟ بيتعامل مع حضرتك إزاي؟ لا حقيقة أنا يعني بجد في وجهي الابتسامة والإشراق والسعادة في أنه يتحدث مع أحد العاملين في إذاعة القرآن الكريم، مما ينعكس هذه المحبة الجارفة في قلوب المستمعين ليس للأفراد فقط وإنما للإذاعة إذاعة القرآن الكريم. هذه المحبة أستشعر بها في بلون من ألوان القداسة. هو يعني يحب إذاعة القرآن والعاملين فيها بشيء من القدسية تكريما للقرآن الكريم طبعا. نعم. وللسنة النبوية الشريفة. نعم. وبالتالي فحقيقة يعني أجد في عينيه هذه السعادة، ثم تتوالى بعد ذلك بقى الأسئلة وبعض التفاصيل عن بعض البرامج وبعض برضو النقد في لبعض الأشياء واستحباب أن يأتي البرنامج ده في الساعة كذا، هذا في وقت متأخر، هذا في وقت التلاوة وهكذا كذا الختمات. طيب عايز أسأل حضرتك على العالم. حضرتك تفضلت وقلت من شوية أن العالم فعلا بيتغير، المزاج العام للمتلقي بيتغير، ولكن أرجو ألا يكون تبسيط مخل، ولكن زبون إذاعة القرآن الكريم هو زبون معتاد معروف. نعم. ولكن أن تصل إلى شرائح جديدة لمستمعين جدد لإذاعة القرآن الكريم، إزاي بيتم التعامل مع هذا الأمر خصوصا في عصر السرعة زي ما حضرتك تفضلت؟ إزاي ده بيراعى في المحتوى من يعني حقيقة القرآن؟ يمكن الأستاذ رضا وكل القائمين على إذاعة القرآن الكريم يحاولون أن يأتوا ببرامج متنوعة تخدم جميع طوائف وجميع فئات المجتمع الصغير والكبير. وحقيقة يمكن من خلال سؤال حضرتك لفت نظر في السؤال إلى جزئية معينة، وهي كيفية استقطاب أنواع جديدة أو فئات جديدة. هذا بالفعل تم، ويمكن كان هناك يعني بالنسبة لسؤال حضرتك في من يصادفني ويسألني عن بعض الأشياء، يعني هناك أستاذة جامعية قابلتني وقالت لي ما الذي صنعته؟ إن البرنامج الذي دقيقة فقهية مثلا ووامضة تفسيرية صنع شيئا رهيبا بالنسبة لأولادها. يعني هناك اثنين تحدثا معي في هذا الأمر.
أستاذة جامعية فقالت إن أولادها من الشباب، منهم من هو في المرحلة الثانوية ومنهم من هو في الجامعة، وينتظرون ميعاد دقيقة فقهية حتى يسمعوا هذا السؤال والإجابة عليه. شخص آخر صادفني في المسجد وقال لي إن أولاده الصغار كل منهما ينافس الآخر في تفسير آية من الآيات التي تأتي في برنامج غمضة تفسيرية. الله، يعني هذا يقول له إيه؟ ما معنى الوسواس الخناس؟ فالآخر ينتظر حتى يستمع إلى حلقة أخرى فيقول له ما معنى شاهد ومشهود مثلا. الله، التنافس جدا، التنافس في، وبالتالي فأنا يعني سعادتي في ليس في مسألة أن يسمع البرنامج، وإنما في أنني استقطبت المربوط طوائف جديدة طبعا كانت بمعزل عن إذاعة القرآن الكريم. أكيد. يعني هذه الأستاذة الجامعية وأحييها طبعا من موقعي هنا، حقيقة هي فاجأتني بأنها أولادها لم يكونوا لهم صلة بسماع إذاعة القرآن الكريم إلا أنهم في هذا التوقيت أصبحوا يسمعون هذه الإذاعة ويتنافسون فيما بينهم في من يجيد في فهم سؤال من الأسئلة وأحفظ هذه الإجابة حتى يتشدق بها مع الآخر. طبعا الحقيقة تطور الحقيقة لا ينقطع في إذاعة القرآن الكريم، حتى من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام الدكتور حسن المدني. نعم. يمكن أعتقد هي من سنة أو أقل قليلا. نعم، يعني هي وقبيل الأذان. بالضبط، ودايما قبيل الأذان إضافة جيدة وإضافة جميلة. نعم. وكمان بصوت دكتور حسن المدني أستاذنا، يعني فيعني دائما ما تتطور، دائما ما تواكب الحداثة. والجميل فيها كمان بأن هناك المفردات الخاصة بالحديث التفسير، وممكن أن تقرأ عند البعض بطريقة خاطئة. مزبوط. لكن الزميل حسن مدني، طبعا الدكتور حسن مدني بيستطيع أن ينطقها نطقا صحيحا طبعا. فيبقى للجميع حتى يسمعونها ويقرؤوها. أكيد. الحقيقة احنا حبينا من خلال هذه الدقائق نوجه لحضرتك ونوجه لجميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم كل الشكر والتحية والدعوات، أن يتقبل الله منكم جميعا صالح الأعمال. شكرك. حبينا شكرك. حتى من خلال التقرير أن المشاهد الكريم اللي بيسمع دائما هذه الأصوات الطيبة أن يرى أيضا هذه الوجوه الطيبة. شكرك. على الشاشة. شكرك. عشان شكرك. يكتمل الارتباط ما بين السمع وما بين الرؤية. يعني أشكرك. شكرك. أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسن سليمان. شكرا. شكرا جزيلا. شرفتنا، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وطيبين جميعا. شكرا. وكل السادة المشاهدين بخير، وحضرتك كل عام وانت بخير. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون لقائنا مع فضيلة الدكتور علي جمعة، هنتكلم مع فضيلته على مصر دولة التلاوة وما يعني حققه من ردود افعال الحمد لله نحتسبها ان شاء الله ايجابية عند حضراتكم. بعد الفاصل فضيلة الدكتور علي جمعة، ارجوكم خليكم معنا. والضحى والليل إذا سعى إنما أول بيت رفع سمكها فسواها إن الله كان عليما حكيما. أصوات تأخذ بقلبك بعقلك بروحك إلى الملأ الأعلى، أصوات لها حلاوة وعليها طلاوة تذكرك بمزامير داود، كأننا نستمع ونرى قرآنا يمشي على الأرض. رجال أكرموا كتاب الله سبحانه وتعالى فأكرمهم وأعلى من شأنهم وذكرهم. يبدأ في البيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفجأة ينتقل إلى حالة أخرى في الرصد بسم الله الرحمن الرحيم. أعلام القراء في مصر دولة التلاوة. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وده كان برومو برنامج مصر دولة التلاوة
اللي كان بيذاع في شهر رمضان على سي بي سي طبعا قناتنا وعلى عدد من القنوات، والحمد لله رب العالمين على ما قدم فيه. فاسمحوا لي ان انا اشكر طبعا حضراتكم على المتابعة وعلى رد الفعل اللي اسعدنا جميعا. كمان اشكر كل الشكر فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. الحقيقة اللي أخذنا من علم فضلته ومن معايشة فضلته ومما يعرف فضل الدكتور عن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام والعظماء من قراء دولة التلاوة في مصر، فبشكر فضيلة الدكتور وبرحب به. أهلا وسهلا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير. وفضلتك بخير، وألف مبروك يعني نجاح مصر دولة التلاوة ورد الفعل الرائع الحمد لله من جمهور المشاهدين سواء في مصر أو في خارج مصر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا الحمد لله، الحمد لله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، والله سبحانه وتعالى عندما يريد يفعل ما يريد، فهو الذي وفقنا لاختيار الموضوع، هو الذي وفقنا لاختيار أولئك الأئمة، هو الذي وفقنا في هذا الأداء الذي جذب جماهير كثيرة ورضي عنه كثير من الناس. الحمد لله. والحقيقة أن البرنامج السنة دي متميز عن كل السنين الماضية بالرغم من أهمية مصر أرض الأنبياء. طبعا. يعني حاجة عالية خالص. مصر أرض الصالحين، مصر أرض المجددين. يعني علما وعملا وتقوى، وحكاية الأنبياء دي حاجة عالية طبعا. قوي طبعا. وكل هذه البرامج مع نجاحها إلا أنك تشعر في دولة التلاوة بالحميمية، بالدفء، بأن شيئا ما يربطك بهذا الوطن. طبعا. كل هؤلاء الذين ذكرناهم نعرف أبناءهم وأحفادهم، فنشعر بعمق وبنسمع أصواتهم كل يوم وفي كل لحظة لو عايزين. ما هو احنا بنسمع أصواتهم، إنما احنا عارفين كمان أحفادهم وأولادهم. شفناهم وشافونا، عشرناهم، كنا مع بعض وشربنا مع بعض، فتحس بشيء اللي هو فيها حاجة حلوة. صحيح. يعني دولة ما هياش دولة لسه ناشئة، دولة ضاربة بأعماقها في التاريخ. نعم. أنا أتذكر وإحنا بنعمل كتاب تاريخ دار الإفتاء، إن إحنا وجدنا الإفتاء دخل مصر مع الصحابة. يعني في عمق شديد في كل معنى من المعاني. حقيقي. لما تشوف مصر وهي تبدأ في جامعاتها ومراكز أبحاثها، عندما ترى أن مصر كانت أول من طبع الكتاب أو أول من طبع المصحف في عهد محمد علي، أو أول من أدخل إنها تعيش عصرها، لكن مصر. صحيح. الحمد لله. فإحنا كثيرا بنمدح في بلد وبنمدح فيها، كل واحد يمدح في بلد، لكن تهزنا هذه المشاعر العجيبة لما مصطفى كامل يقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. صحيح. المعنى ده في معنى التفرد والعزة والجمال بتاع هذه البلاد التي الحقيقة ربينا عليها. الحمد لله. فمصر دولة التلاوة بيشعرنا بهذه الحميمية وبهذا الدفء وبتلك الحلاوة. الناس دي الناس ما تعرفهمش برضو حتى بعد دولة التلاوة، ده كل واحد فيهم عايز له الشهر كله. أكيد. كل واحد فيهم. الناس دي حفظت القرآن، أهي كلمة على فكرة كتير حافظين القرآن، إنما أهل القرآن حاجة تانية غير إنه حافظ القرآن. حافظ القرآن ده يقرأ في التراويح، يقرأ في العشاء بتاع كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس حافظوا القرآن بطريقة غريبة. تقول له
سنستجدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. كم مرة جت في القرآن هم يقول لك في الحتة دي وفي الحتة دي ويتلاها لك بقبلها وبعدها. إيه ده؟ عشان أهل القرآن مش مجرد قارئ، ده كمبيوتر ده ولا إيه؟ إذا وصل الإنسان في حفظه إلى هذه الدرجة من الدرجات الاستحضار، يعني ما هوش حفظ بس، ده حفظ مع استحضار حقيقي. كان سيدنا الشيخ الهمداني، الشيخ الهمداني لم يكن متصدرا للقراءة لكن كان عالم كبير من في القراءات، فكنا نقرأ عليه علشان يعلمنا قضية القراءات وقضية التلاوة والتجويد وكذا إلى آخره. فيقول لي يا علي والله أنا لم أنظر في المصحف، وكان عنده ساعتها 81 سنة، أنا لم أنظر في المصحف منذ أكثر من 40 عاما. يا الله زمن. كلمة لو سمعها واحد أجنبي يعني عن الحاضرين كده يعني يمكن يستعيبها أو يرى أن فيها بقاطع القرآن نقص يعني. إزاي يعني ما بصش في المصحف؟ القرآن كالسطر الواحد أمامي لا يغيب. الله. كل القراء اللي احنا وكل القراء اللي ما ذكرناهمش وكل القراء اللي شغالين دول من أهل القرآن كده. قال لي أدينه القرآن هم قدامي، قول لي القرآن فيه كم عزيز حكيم وأنا عم أقولهم لك، يا سلام على التمكن. قول لي القرآن فيه عزيز رائح أقول لك أو كذا وكذا وكذا، قول لي القرآن فيه الكلمة الفلانية أقول لك ده وردت مرة واحدة وردت مرتين وردت عشرة. قول لي اختبرني. أقول لي يا مولانا عيب، أنا مصدقك لأن أنا شايفك وأنت بتعمل هذا طبيعي يعني. صحيح. فالناس دي مش بس حافظة، صح، دي كمان مستحضرة. ومش بس مستحضرة، ده كأن القرآن قد اختلط بدمهم وعصبهم ومزاجهم وقلبهم فأصبحوا من أهل القرآن. فأهل القرآن غير حافظة القرآن. يعني عايز أنبه على الحكاية دي، لأن الحقيقة الرحلة اللي احنا عملناها مع بعض مع دولة التلاوة كانت رحلة يمكن انت شعرت بيها انها كانت رحله مباركه جدا، ميسره والله يا مولانا، سهله. انا دايما اسمع يقول او يقال دايما ان القران له كرامات او القران له اعجازات، فمن ضمن هذا الاعجاز سبحان الله تجسد في البرنامج، سهوله اليسر بركه القران يعني. يعني هذا المفهوم ايوه انا شفته في البرنامج وشفته بمنتهى السهولة الكرام. نعمل عملا يقتضي مجهود بدني معين، المجهود مش موجود حقيقي. التعب مش موجود حقيقي. طيب التعب مش موجود ليه؟ أمال هو راح فين؟ وننشط في كل حلقة وفي كل مجموعة من الحلقات صحيح. نشاطا جديدا وكأننا لم نبدأ بعد صحيح. حتى انتهى بيسر وانتهى والقلب معلق به حقيقي. يعني لدرجة والله يا أستاذ عمرو أنه أنا فكرت في وسط رمضان كده قلت هو الجزء الثاني إمتى؟ الله الله. طب دي بقى بشرة. طب دي بشرة حاجة من بشرهان دلوقتي. الجزء الثاني إمتى؟ إن شاء الله. لأنه كل اللي احنا اخترناهم، طبعا احنا اخترنا 33 قارئ من بتاع يمكن 80 قارئ حقيقي، لكن ده احنا اشترطنا ان يكون قد انتقل الى رحمة الله تعالى. مظبوط. انما في ناس بتؤدي اداء وكمان في ناس انتقلت. مظبوط. لكن في النهاية وفي الجملة مصر دولة التلاوة هي دولة التلاوة. الله. القضية التانية برضو اللي احب ان انا يعني الفت نظر الاخوة المشاهدين اليها، الدكتور طه عبد الوهاب. طبعا بنشكره خير. الدكتور طه عبد الوهاب في الحقيقه فعل ما كنت اريد ان يعني في يوم من الايام ان نفعله، اللي هو فن المقامات السماعي. مظبوط. ما هو في فن المقامات بالنوطه وفي النوطه بقى نكتبها ازاي وبتاع مش عارف ايه، ده علم لوحده لانه علم مترتب على الزبزبات وعلم مترتب على السلم الموسيقي، ما هو المقام يعني سلم موسيقي في النهاية. لكن اللي هو عمله ده السماع، ازاي تحول اذنك
إلى معرفة. صح. وهذه المعرفة تجعلك كما شاهدنا الجمهور المستمع وكذا إلى آخره. كان الشيخ من دول داخل في الصبا ولا داخل في الرست وكده، وبعدين إيه هيدخل بقى في الحجاز. أيوة. هم يقولوا إيه اللهم صل على النبي، على أساس إن هو الحجاز يعني بفكرهم اللي هو الحجاز اللي هو الحجاز فكرهم بسيدنا الحرم. طبعا هي كما ضبطها أهل الفن هي حجاز وملهاش دعوة بالحجاز، لكن علشان دي كده ودي كده، وفي المقام ده له يحسسك بأن واحد مشتاق والهان، فبيحسسك برضو بالحب النبي، حبنا لسيدنا النبي وحبنا للأماكن المقدسة وكده. فكان العامي اللي هو ما يعني له دارس رياضيات وله دارس موسيقى ولا دارس، وكان الفارابي يعد الموسيقى من الرياضيات، واللي حط كل هذه الأنغام ابتداء في ساغورس. ففي علاقة ما بين الموسيقى وبين الرياضيات، انما العمي ده لا درس موسيقى ولا درس، لكن الناس دي درست. كان عبد الحمولي الله يرحمه كان يقول امنيه حياتي ان انا اعرف النوته دي بتتكتب ازاي. فهو من نفسه صاحب الانغام، وعبد الحمولي بقى وراح هناك عند الخليفه واذن في اسطنبول وبتاع وحاجات زي كده، لكن ما يعرفش النوتة بالموهبة بالفطرة بالموهبة يعني. لكن الناس بتاعتنا دي لا يعرفوا الله عليهم وعندهم علم وتعلموا طبعا. وربنا فتح عليهم في هذا. صحيح. وإحنا برضو جبنا سيرة أستاذ الكل الشيخ علي محمود طبعا، وإزاي أنه كان بيعلمهم، حتى أنه كان يدرس لدرويش الحريري. فالقمم دي قمم خرافية طبعا، سواء في الحفظ أو في الاستحضار أو في الأداء أو في الدراسة أو في الحميمية طبعا. أو في كل ده طبعا. فالحقيقة فعلا القرآن قرئ في مصر. نعم الحمد لله. طيب اسمح لي مولانا أن احنا نرحب بعدد من أبناء الأئمة والمشايخ اللي تشرفنا بيهم في مصر دولة التلاوة. اسمح لي فضلتك أرحب بفضيلة الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، وبرحب بفضيلة بالمستشار زين طه الفشني. سيد المستشار زين، سيد الشيخ طارق أو سيد اللواء طارق، تحياتي لحضراتكم وأهلا وسهلا بيكم، سعداء بوجودكم معنا. أهلا وسهلا فضيلة الإمام. اهلا وسهلا بكل عام وانتم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور علي جمعه. اهلا وسهلا بحضرتك الذي استفدنا منه خلال منورين الدنيا. اهلا بكم. اهلا وسهلا استاذ عمرو، ربنا يكرمك وتحيه طيبه مباركه لفضيله العالم الجليل الدكتور علي جمعه. الله يكرمك ويبارك فيك. مولانا استاذ حضرتك تحت امرك هنا عشان ايوه بالظبط كده. طيب الحقيقه يعني لو سياده المستشار زين، لو ابدا مع حضرتك، اولا شفت حضرتك ازاي البرنامج ككل مصر دوله التلاوه مع فضيله الدكتور علي جمعه، ثم الحلقه اللي كانت مخصصه لحبيبنا فضيله الشيخ طه الفشني رحمه الله عليه. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، لانه هذا العمل اوضح حاجات كتير في حياة القراء وامكانياتهم وحياتهم العامة والخاصة. واعتقد ان الكثير من الناس ما كانوش يعني ملمين بالنواحي دي. فجزاكم الله كل خير لما بذلتموه من هذا الجهد اللي مشكورين عليه. الله يخلي حضرتك. فضل الدكتور تحركت احب لو كان في تعليق معين في الحلقه بتاعت مولانا فضل الشيخ طه الفشني مثلا كان جذبت حضرتك، فلو تحب تقولها لسياده المستشار زين. اولا تحياتي لسعاده المستشار، واحنا لسه كنا بنقول قبل المداخله انه احنا عايشين في اهلنا. انت من ريحة الشيخ طه الفشني، فالشيخ طه الفشني موجود فينا بوجودك في وسطينا سعادة المستشار.
بفضل الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب دايما هنا اسمح لي سيادة المستشار زين انتقل لفضيلة الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، وكمان واحدة من الحلقات المحببة لقلوبنا جميعا زي ال 33 حلقة أو ال 32 حلقة الأخرى، يعني كانت حلقة فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ طارق، شفت ازاي البرنامج وشفت ازاي الفكرة ان احنا محتاجين نسترجع حياة هؤلاء الأئمة، واللي بينهم طبعا الوالد رحمة الله عليه الإمام الراحل يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أوجه الشكر لفضيلة العالم الدكتور علي جمعة وأسرة برنامج مصر دولة التلاوة والمذيع طبعا الناجح الأستاذ عمرو خليل وخبير الأصوات الدكتور طه عبد الوهاب. يعني في الحقيقة كان يعني الموضوع أسلق صدورنا جميعا، لأن يعني هذا البرنامج يعني إضافة جديدة لتلفزيون جمهورية مصر العربية، وكان المشاهدين كلهم يعني مجتمعين عليه وينتظروه حتى يعني في منتصف الليل. صحيح. فيعني الحمد لله يعني ألقى الضوء على كوكبة من قراء القرآن الكريم، قوة مصر الناعمة. صحيح. الذين يعني حفرت أسماؤهم بأحرف من نور في سجل الخالدين، وإلى أن يأذن الله وإن يارس الله الأرض ومن عليها. طيب هل في مثلا حاجة كنت تتمنى ان احنا نقولها وما قلناهاش فضل الشيخ طارق عن مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ هو كنت فضلت الشيخ علي جمعة طبعا عارف ان الوالد كان ليه رحلات وصولات وجولات ولقاءات ورحلات في داخل مصر وخارجها، فكنا عايزين يعني نضيف هذه يعني النقط الجولات. او هذه في يعني متسع من الوقت جولات يعني والتكريم، واليعني يعتبر هو اول قارئ سافر جنوب افريقيا قبل يعني تمثيل الدبلوماسي بين مصر وجنوب افريقيا سنه 66. فيعني كنا عايزين نلقي الضوء على هذه مثلا بعض المواقف. صحيح، وان شاء الله وحتى فضل الدكتور وعدنا هيكون في جزء تاني، وليه لا ان احنا كمان نعمل فلاش باك زي ما بيقولوا كده في السينما حتى على الجزء الاول. طيب اسمح لي فضل الشيخ طارق انتقل مره تانية لسيادة المستشار زين. مولانا دايما كان في البرنامج سيادة المستشار كان بيقول ان لصاحب القرآن كرامة مدخرة، وفضلته تعرض لبعض الكرامات المدخرة لقارئ القرآن الكريم. مش انا الحقيقة لا اتذكر اذا كنا توقفنا في كرامة مدخرة للشيخ طه الفاشني ولا لا، ولكن سؤالي لحضرتك، هل كان لفضيلة الشيخ طه الفاشني الامام الكبير كان له كرامة مدخرة؟ والله الكرامة الشيخ طه الفاشني كرامته فضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة ذكرها بالتفصيل. أي وقعت زيارة انحباس الصوت. مظبوط، وزيارة الحرم النبوي وزيارة الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. وشرب من مية زمزم. ودي كانت قناعة عنده داخلية بأنه إذا أدى هذه المناسك سيعود له الصوت مرة أخرى. مزبوط. وعاد له الحمد لله الصوت مرة أخرى. بس أنا يعني عايز أقول لسعادتك برضو الفترة في فترة انتقالية للشيخ بعد التحاقه بالإذاعة سنة 36، من سنة 43 لسنة 52 كان بيحيي شهر رمضان هو وفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل في قصري عابدين ورأس التين. صحيح. وبحضور الملك فاروق. وكانت التلاوة ساعة إلا ربع، وكان الملك يحضر في بداية التلاوة ولا ينصرف إلا بعد التصديق. وعندنا هنا الدعوة الملكية كان الملك كان بيدعوها للشيخ طه لتناول طعام الإفطار على المائدة الملكية. يمكن المعلومة دي ما كانتش واضحة في حلقة المرحوم الشيخ. ذكرنا بالفعل كان يقرأ في رأس التين وكان يقرأ في قصر القبة مولانا بالفعل. لكن سعادة المستشار بيتكلم على الإفطار. حضوره في المائدة الملكية. نعم. لأن حضوره في المائدة الملكية لها دلالة أكبر من حضوري في الصوام أو كذا إلى آخره. صحيح. أن الملك فاروق يعتز بهم، أنه يحبهم، أنه يقربهم، أنه يعتبرهم في مصاف الملوك. مظبوط. يعني مزبوط. شيء من هذا القبيل. رحمه الله عليهم، رحمه الله عليهم. طيب فضل الشيخ فضل يا فندم، فضل
بعد إذن حضرتك وتكريم أهل القرآن الكريم مستمر. يعني بعد ما فاروق السيد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر كان من محبين الشيخ وأهداه طبق من الفضة ممهور بتوقيعه، ثم الرئيس محمد حسني مبارك، الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس حسني مبارك منحه نقطة امتياز من الطبقة الأولى سنة 91، خلاف التكريمات الدولية اللي حصل عليها من ماليزيا أنواط امتياز، ومن طبعًا ليبيا، ومن طبعًا ومن السعودية، ومن طبعًا المغرب، ومن العراق. فيعني كل الجوانب دي أنا بس حبيت أن أنا تكون تحت فضيلة الدكتور علي جمعة. كان لسه حالا بيقول احنا محتاجين كل امام من هؤلاء الأئمة يكون ليه الشهر كله، لان لو قعدنا نتكلم عليه الشهر كله مش هيكفي. فطبعا طبعا بوجه التحية طبعا لحضرتك وبصدق على كلامك كله. طيب فضيلة الشيخ طارق بن باسط عبد الصمد، برضو الكرامة المدخرة اللي كان بيتكلم عنها فضيلة الدكتور علي جمعة، كيف كانت في حياة الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه؟ هو في الحقيقة كرامات القرآن الكريم كثيرة، أذكر منها مثلا على سبيل المثال أنه قرأ في الحرمين في مهبط الوحي في مكة المكرمة زي ما قال فضيلة العالم الشيخ علي جمعة، وقرأ في المدينة المنورة بجوار المقصورة بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا زال أصواتهم إلى الآن. يعني الوالد رحمة الله عليه يعني رحل أكثر من ربع قرن ولا زالت الناس تذكره إلى الآن، وصوته يملأ أرجاء الأرض والسماء في قلوبنا، في قلوبنا جميعا. يعني هذه كرامات من كرامات القرآن. طبعا طبعا بكل تأكيد. الحمد لله، هذا من فضل الله فضلت من يشاء. الحمد لله. أنا بعد الكرامة الكبرى لأسيادنا رضي الله تعالى عنهم أن القلوب متعلقة بهم حتى الآن حقيقي، سماعا وتتبعا وجمعا للتراث وكذا إلى آخره. نعم. فدي كرامة أكيد. لأن النجاح الحقيقي للمتصدر للأداء الجماهيري أمام الجماهير نجاح الحقيقي صحيح. بعد وفاته صحيح مظبوط، ونشوف هيستمر ولا الناس هتنساه. فإذا الناس نسيته يبقى درجة تانية، لكن الحمد لله رب العالمين قرائنا لم ينسهم أحد على مستوى العالم. في كل التطبيقات الحديثة التكنولوجية بنبحث عن هؤلاء المشايخ علشان نحطهم في الصدارة، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأرجو تتقبلوا تحياتنا. شكرا جزيلا فضيلة القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، شكرا جزيلا سيادة المستشار زين طه الفاشني، شكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا لكل أسر مشايخنا وأئمتنا من القراء اللي تعاونوا معنا لإخراج هذا البرنامج لحضراتكم في رمضان الماضي. هستأذنكم وأستأذن الدكتور أخرج لفاصل، وسؤالنا على صفحة سي بي سي اللي هنطرحه على فضيلة الدكتور وعلى حضراتكم هو، احنا عارفين الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه الآية الكريمة، ولكن فرضا جدلا لو قلنا هل السيئات اللي ممكن الإنسان بيرجع يعملها تاني بعد رمضان ونرجع تاني لما كنا عليه قبل رمضان من بعض الأخطاء وبعض الذنوب، هل ده بيذهب الحسنات اللي الإنسان عملها واجتهد في تجميعها في شهر رمضان؟ ده سؤال افتراضي هنطرحه على فضل الدكتور علي جمعة ونعرف الإجابة إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. أرجوكم خليكم معنا. الحسنات اللي احنا عملناها خلال شهر رمضان، هل في سيئات ممكن تحصل بعد شهر رمضان ممكن تمحي الحسنات ديت؟ اه طبعا، اللي هي في ناس بتعصي بعد رمضان، او بحيث ان هم في رمضان لازم ينتظموا في الصلاه، بعد رمضان بيتقطعوا عن الصلاه او بيبطلوها. في ناس بتعمل معصيه في اول يوم العيد، حاجات دي كتير، عقوق الوالدين. بنلاقي ان الناس كلها تنزل تصلي في الجامع كل الصلوات والتراويح والفجر ومش عارفه ايه، بعد رمضان طب انت فين؟ حاجات كتير، غض البصر مش عارفه ايه، يعني الدين عندك امرك بحاجات كتيره جدا، انت ليه ما بتنفذش منها الحاجات ديت، او ليه بتفكر تنفذها في رمضان بس؟ رمضان شهر كريم طبعا وكل حاجه تمام، لكن زي ما انت بتحاول ترضي ربنا في رمضان لازم تحاول ترضيه بره رمضان. طبعا الانسان لازم يلتزم بالصلاه وبالعباده، دي من الحاجات اللي هي بتخلي البني ادم بيبعد عن اي معصيه. ذكر الله دايما. ربنا برضو غفور رحيم، يعني اللي بيعمل سيئه وبيستغفر ربنا بيتوب عليه، فربنا بيحب ان الانسان
يتوب إليه ويعود إليه. قال من جاء إلي منهم بالنسبة للمسيئين فإني طبيبهم، ومن أتى إلي منهم راغبا في ثوابي فإني حبيبه، وأنا إلى عبادي أرحم من الأم بأبنائها. دي كانت إجابات السادة المشاهدين أو المواطنين في الشارع بطرحها على فضل الدكتور علي جمعة. فضل الدكتور، البعض بيقول طيب إحنا عملنا حسنات الحمد لله على قد ما ربنا كل واحد يعني قدره في شهر رمضان، ولكن هل السيئات اللي ممكن البعض أو معظمنا بيقع فيها بعد رمضان هل دي بتنتقص من ما جمعه الإنسان؟ لا، ربنا حسمها وخلص الحدوتة دي بقول تعالى الواضح إن الحسنات يذهبن السيئات، فما فيش سيئة هتقوى على حسنة، الحسنة هي اللي بتضيع السيئة، هي اللي بتمحو السيئة، هي اللي بتودي السيئة كأن لم تكن. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، لأنه شوف لما واجهنا قال الرحمن الرحيم، يعني بيؤكد أن المسألة جمال في جمال، علشان ما نترعش وما نخافش، إنما نحب ونشيل بقى الخوف على الحب. يعني لما نخاف نخاف نزعله، صحيح، مش يعني من حبنا فيه ومنخاف نزعله، نخاف يغضب علينا، نخاف إن احنا نقصر في حقه، ولذلك بنلتزم الطاعة. لكن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ففي بحبوحة من الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وإحنا شيء أتننى الرحمة، والسيئة عمرها ما هتقضي على الحسنات، فدي محسومة ما فيهاش كلام. إنما دلوقتي بيقول لي طيب ما هو أنا كنت في حالة إيمانية عالية مثلا وروحانية عجيبة، ده أنا راجل شفت ليلة القدر في كل الوتر من العشر الأواخر، كنت أحس إنها ليلة القدر كده، فأنا كنت في حالة يعني عالية أوي، بس دلوقتي الحالة دي مش موجودة، فأذكره بالصحابي اللي جاء وهو بيبكي، فأبو بكر شافه وهو رايح للمسجد قال له ما لك يا حنظل؟ قال لما نكون مع رسول الله كأننا نرى العرش، العرش كأنه قدامنا كده، ها تذكرنا من عبود الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، فلما نخرج نشتغل بأموالنا وأسواقنا وأبنائنا، الحياة تاخدنا تانية، يذهب هذه الحالة. فقال له أنا كذلك، هو ده فيك، ده أنا فاكره فيه أنا بس، تعال نروح لسيدنا. واحنا بنتكلم على مين؟ على أبو بكر الصديق. نعم، على الكبار. فراحوا للسيد الكبير سيدنا محمد وشرحوا له الحال ده. قال لو دمت على ما تكون معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، يا سلام، ولكن يا حنظرة ساعة وساعة. ومن هنا جاء كلام الناس يقول لك ساعة لربك وساعة لقلبك. لا، هو مش ساعة لقلبك اللي هي البرنامج بتاع السنة 50 ده، لا، ده هي ساعة للحياة الدنيا التي أمرنا بتعميرها والتي أمرنا بالتعامل معها، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني الأنبياء ليهم مسؤوليات أخرى، وساعة للعبادة والطاعة والامتثال والمناجاة والذكر إلى آخره. فالقراية بتاعت الحديث مختلفة شوي، هل لو ان انا كنت في هذه الـ 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 الروحانيه العاليه قوي ده كويس، يعني ده المثال الاعلى؟ قال له لصفحتكم الملائكه. طب انا وانا ماشي في الطريق كده راحت مصفحاني الملائكه، ولا هجيلك البرنامج بتاعك ده، ولا هروح الكليه ادرس،
ولا مش عارف هروح الحتة اللي انا بتوقف خلاص يعني الحياة تتوقف. يبقى اذا دي حالة ما هياش الحالة المثلى، ما بقتش الدنيا خلاص، ده بقت انت دلوقتي بالشكل ده يعني ايه، غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن، وخلاص يعني ده ناقص. اما من اختلط بالناس وصبر على معاملاتهم واذاهم وغيرتهم اذنب واستغفر، ده حاجه ثانيه، ده من اولياء الكبار. فيبقى اذا الحديث ينبغي علينا ان نفهم ان سيدنا رسول الله بيحذره من هذا، مش بيدعوه الى هذا، مش بيقول له يا حنظلة تعالى واعمل كده، لا، والا كان امره بانه هو يقعد على طول في المسجد ويسيبه من الحياه الدنيا، لا. فانا وانا ماشي مش هتصافحني الملائكه، لكن هبقى واعي لعماره الدنيا، ومش هيجي في قلبي الشوق للاعتزال والترك ونسيبها تخرب وانا مالي سلامات يا راسي، لا. ده النبي عليه السلام امرنا بالعماره، هو انشاكم، يقول ربنا هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، امركم بعمارات، يعني هتحاسب انا على العماره دي. ولذلك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيبقى اذا الحديث يجب ان احنا نقراه من الجانب ده، مش من جانب ان دي حاله عليا ينبغي علينا ان احنا نصل ليها، ان لازم يعني تشتغلوا وتجتهدوا في العباده عشان الملائكه لغايه الملائكه ما تسلم عليك يعني. لا، ده سلام الملائكه هي نعمه من نعم الله، بس هتضيع عليا وظيفه من وظائف الخلق. فيبقى اذا دي حته يعني شويه دقيقه ينبغي علينا ان نوع السلام حل الحكايه دي زي ما ربنا حلها، وقال ان الحسنات يذهبن السيئات. فاخرج الترمذي وغيره بتاع انه سيدنا بيقول انه هيجي يوم القيامه في الميزان، ربنا بيحاسبنا، فهيجي واحد وفي سجلات لعنان السماء، يعني لما تبص كده ما تلاقيش اخرها، سجلات سجلات سجلات، ايه ده؟ ذنوب في الكفه الشمال. وبعدين قال له انت عملت كله ده؟ قال قالوا له في حاجة احنا مزودينها عليك، او يعني مفترين عليك في حاجة؟ قال لا، هو اللي انا عملته، اقول كله ده عبايلي السودة وانا بعترف بيها وكل حاجة. قر واعترف. طب ما فيش حاجة في اليمين، انت ما عملتش حسنة ابدا. قال مش فاكر، ما اناش يعني مش مستحضر ان انا كنت بعمل يعني خيرات كده زي فلان وعلان وتركان. ده جبار يعني، ما عندوش في ملفه غير السيئات بس. بس مخلص. مخلص. صادق. صادق حتى مع نفسه مع ربه. انت عملت ده؟ ايوه عملت. بانكسار كده. ما عملتش حسنة؟ انا مش فاكر. فقال له بس انت ليك عندنا حسنة. قال له فين؟ فجاب ورقه زي الورقه اللي حضرتك ماسكه ده، اهي بطاقه كده، كارت كده زي الكارت بتاع الزواج والمعايدات وكده، وحطها وقال له انت ليك الحسنه دي. قال له اتسخر مني؟ يعني انت بتسخر مني؟ بيقول بقى كده للملك للي بيحاسبه للصوت اللي بيقول له يعني انا طول. فقال له لا يظلم احد اليوم، ما فيش ظلم. قال له بقى يعني الورقه دي وضد معروف المكتبه دي كلها، المكتبه دي كلها فوضعت على اليمين فطاشت. الله، النبي عليه السلام يقول فطاشت السجلات. ياه، ايه الثقل ده اللي ضرب الكفه اليمين خلى السجلات تطير؟ في هل صلى وصوم وحج وزكاه وصدقات كده؟ لا، ما هو الاثام يعني كذب. ما انا فاهم، ما انا فاهم، لكن هل الكارت ده بقى كان فيه عبادات وكسره عباده يعني؟ ما هو مسك واستغرب بقى، عايز يشوف ايه فيه. انك كنت توحد الله مخلصا من قلب، لا اله الا الله. فالكلام ده بيشجع المذنبين انهم يرجعوا بقى ويختشوا، مش يتهاونوا، يقول ما انا ما هو يختشوا بقى لما يشوفوا الكريم ده
وبعدين امتى يكون مخلص كهذا الاخلاص؟ لما الكلام ده يأثر فيه فيرجع، مش لما الكلام ده يأثر فيه فيزداد طغيانا. مظبوط، ده يبقى طاغية بقى. مظبوط، لكن الكلام ده لما يأتي لقلب رقيق يرجع إلى الله ويقول ياه ربنا رحيم قوي كده، أنا مكسوف، الإخلاص أهو، أنا مذنب، أنا عايز أرجع، أنا عايز أعبد ربنا، هم يبقى مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبقت البطاقة دي هي ترجمة لإن الحسنات يذهبن السيئات. فمش إن الناس يعني أنا مش عايز أقول إنهم يذنبوا، ده أنا عايز أقول أيضا إنهم يفتقدوا الحالة الروحية. نفرض إن بعد رمضان ومحافظ على صلاته وصيامه وبتاع، بس يعني قيام ليل وبيختم مرتين ثلاثة في الشهر، دلوقتي لا، انشغل، يجعل هذا الانشغال لوجه الله، النية يعني، النية، الشغل والصحيان بدري ومضطر ينام عشان كله كله لله، في مناجاة كده لله، يخلي لسانه لا يزال لسانك ربا بذكر الله، لا يزال لسانك ربا بذكر الله، نخلي الذكر ده هو العبادة بتاع عصرنا. لا هي عايزة صم ومجهود وبتاع وسني ومش سني وعطشت وما عطشتش ولا أي حاجة، ولا عايزة وقت صلاة ووضوء في المواصلات بيذكر وهو سايق بيذكر على طول الذكر. فالذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ولا يزال لسانك ربا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى آخره. قم تلاقيه مع توجيه كل أعماله في اليوم بالنية تحل محل هذا الذي كان يفعله في روحانية. حقيقي القضية ما فيهاش روحانية اللي كانت موجودة واللي كانت مخيمة على رمضان ومخيمة على البيت ومخيمة على المسجد ومخيمة على الطريق. بيصلي التراويح 8 ركعات ويرجع يصلي التهجد بالليل 8 ركعات تاني وشاف عوات الحالة دي مفيش، خليها شحن بطارية. فأنا مش بتكلم فقط على اللي بيعمل الإثم وبعدين يتوب، ده أنا بتكلم أيضا على من افتقد الحالة الروحية حتى لو لم يفعل إثم، ما حافظ على فروضه وعلى صلاته وعلى زكاته وعلى على حجه وكل حاجه، كل حاجه ماشي مظبوط، بس افتقد الروحي. فبقول له يا حنظله ساعة وساعة، ساعة وساعة، وبقول له وجه نيتك انما الاعمال بالنيات حتى تنال من الثواب ما الله به عليم، ليس يعلمه الا الله. فلو مشينا بهذه الخطه هان علينا ما حرمنا منه من مزيد الروحانية ومن مزيد الأمن والسلام والطمأنينة والمناجاة وما وجدناه في شهر رمضان. نعم. طيب مولانا، كان في مجموعة كده من الأسئلة لو معانا بعض السادة المشاهدين، ودي فقرة استحدثناها عشان نقدر التواصل مع الدكتور علي جمعة، واللي من حضراتكم حابب يسأل سؤال غير صفحتنا على سي بي سي، كمان كاميرا سي بي سي نزلت وسألنا بعض المواطنين ايه السؤال اللي حابب ان هو يوجهه للدكتور علي جمعة، لان في الحقيقة يعني بعض الناس بتبقى حابة ان هي توجه سؤال مخصوص لفضيلة الدكتور، فتعالوا بينا نشوف الناس سألت مولانا قالت ايه. ليه لعاب الكلب نجس، او ليش الكلب نفسه نجس؟ يعني ما في ناس كتير بتغش في الامتحانات عشان تنجح وتعدي، فهل بعد مثلا ما يخلص المراحل التعليمية بتاعته دي وهو غش بنسبة كبيرة، ايه مصيره مثلا اللي بعد الشهادة اللي هو خدها دي واشتغل بيها؟ هل في جزء من الحرمانية فيها ولا هيكون الحساب فيها عامل ازاي؟ هل يمكن الجمع في بعد رمضان في شوال بين الايام الفائتة في رمضان والستة البيض، صيام الستة البيض، ممكن يبقى نية واحدة اجمع نية واحدة؟ ساعات بيكون في مواقع كتير قوي بتحمل حاجات مفروض ان هي بفلوس بس ببلاش، واحنا طبعا الشباب احنا بنحملها اكيد، فهل ده كده يعتبر حرام او ان هي سرقه ان احنا بناخدها من غير ما ندفع ثمنها، ولا الموضوع هيمشي عادي؟ انا في رقبتي امانه لحد عزيز على قلبي، هو في رعايتي بعد رعايه ربنا طبعا. الامانه دي ايه مصيرها لما ربنا يسترد وديعه الانسان العزيز عليا دي، اتصرف فيها ازاي؟ السؤال الاول مولانا
هو ليه لعاب الكلب نجس؟ هو ده طبعا ما هوش متفق بين المجتهدين الأئمة الكبار، لأن الإمام مالك يرى أن لعاب الكلب ليس نجس، لأن كل حي طاهر، كأن أي شيء دخل فيه الروح فهو طاهر. كويس. فعنده الكلب طاهر والأسد طاهر وكل حاجة طاهر. فالحتة دي إن السؤال هنا هي على مذهب معين، مش على كل المذاهب، كل الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي الإمام الشافعي جابها من أن النبي أمرنا أن نتعامل مع الكلب بطهارة مشددة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ايه ده دول بقى 8، والدارقطني يقول لك وثامنها بالتراب، يعني اذا 8 ده نشطف نغسل الطبق بتاعه وخلاص مثلا لو ضروره يعني 7 ومعاهم البتاع. فبيقولوا للامام مالك طب ازاي ده يبقى طاهر؟ الامام الشافعي خد من الحته دي قال انا مش عارف لكنه طاهر. انا مش عارف النبي عليه السلام، لان حي كل حي طاهر، كل حي طاهر. النبي عليه السلام قال لنا ليه في شان الكلب لازم في حاجه احنا مش عارفينها، قد خشيا من امراض سبحان بعد الله. بعد كده بقى اكتشفنا يعني. ان في رسومه في لعاب الكلب وانها لا تذهب الا بالتراب ومش عارف ايه، بعد كده بألف سنه، اكتر من ألف سنه. فيبقى اذا الأخت السائلة بنقول لها ما قدامك قلدي مالك العامي، لا مذهب له، دي مذهب للدراسة. تمام. الفقه الإسلامي الوسيع بيفيد المسلمين تمام. في معيشتهم وفي كذا. إذا حصل إنه مجتمع ما استعمل الكلاب أشد الحيوانات ألفة وشهامة وفعلا ومتدربة وذكية ومخلصة لدرجة تفقد حياتها مظبوط في سبيل صاحب، فهو الإمام مالك ما هو عندنا الحل بتاعه. تمام. والكلب في ذاته ما ربنا نيمه جنب أهل الكهف. صح مظبوط. طيب مولانا السؤال الثاني كان بيقول في ناس بتغش في امتحانات، هل الشهادة اللي هياخدها بالتالي دي تبقى حرام؟ وهل لو بقى في رزق جه عن طريق الشغل بالشهادة دي فبالتالي هل المال ده حرام لأنه ما بني على باطل فهو باطل؟ السلسال ده إنه عمل حاجة حرام فيبقى اللي بعدها حرام فيبقى اللي بعدها حرام، حرام يعني؟ ما هواش من الفقه الإسلامي. لكن إحنا بنمنع الغش من الأول وبنقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني انت بتخادع كده، فلو سمحت بطل هذه المخادعة حتى لا تقع في الحرمة. انما الحرمة جت في الحاجة اللي هو عملها، غش في الامتحان فده حرام، غش في الامتحان فده حرام. غش قد ايه وغش بما جعله ينجح ولا ما ينجح ده ما نعرفوش ولا هو يعرفه. غش 10%، غش من انه هو بدل ما يجيب 70 بقى جاب 80 ولا 90، ما نعرفش. ولذلك ما نقدرش نقول بالتسلسل ده، انما هنفضل نقول ان الغش حرام، وان الواقعة التي فعلها هذا كويس لا تؤدي الى الوسواس. عليه ان يتوب مما فعل لانه حرام، وحرام قطعا، وهو نوع من انواع الخداع والمكر ولبس ثوب الزور، ولكن يستغفر عن هذا الفعل. نعم. السؤال الثالث، هل يمكن الجمع في شوال بين الايام الفائته من الصيام لمرض او لعذر او ما شابه وما بين الست ايام او ست ايام من شوال او الست المبيض؟ نص الشافعيه على ان انا عليا 5 ايام في رمضان، 6 ايام في رمضان عليا، ومنوي قضائهم في شوال. تمام. ويقع لي الثوابين. ويقع الثوابين. الثوابين. وعمل بس زي انوي الاول قضاء الفائت القضاء. مش هنوي الا القضاء. ما اجمعش في النية ما بين الاثنين. ما اجمعش في النية. في النية
صريح مريح بكرة أقضيه مما في ذمتي. تمام. وقضيته. تمام. الست مثلا يبقى عليها 5 أيام تقضي ال5 أيام وتخلي السادس هو اللي هو في شوال. تمام مثلا. إيه اللي حصل قدام الملائكة؟ إنها صامت 6. صح. 5 منهم قضاء لما فات وواحد منهم من علشان تكمل الست وبيكتبوا لها انها صامت في شوال 6 أيام من شوال. من شوال. ودي عامله زي ايه؟ قال لك زي لما الواحد يدخل المسجد فيصلي الظهر. الظهر دي الملائكه تحسبها له ظهر وتحيه مسجد. لانه بدا المسجد بصلاه. بصلاه. في حين ان هو ما نواش وقال نويت اصلي الظهر وتحيه المسجد مع بعض. هو ما نواش كده، هو قال نويت اصلي الظهر. فتؤخذ كانها تحيه مسجد. فالكاتب من بره الملائكه وهو شايفه كده دخل المسجد صلى، يبقى تحيه مسجد يكتبها له. الظهر الظهر يبقى هياخد ثواب الظهر. كويس. اهي دي زي دي. تمام تمام. فيبقى اذا نعم ينوي القضاء. واذا كان 6 أيام اهو القضاء تم وخلاص. اذا كان 5 أيام ينوي ال5 أيام ويجي في اليوم السادس ينويه. تمام. من انه يصوم من شوال. ممكن بعض السيدات تستكثر ده مثلا، تقول عليها 5 أيام ثم عايزه تصوم الستة فلاقي هتنفسها تصوم 11 او 12 يوم فقد يبقى صعب بالنسبه لها، فما تبقاش عارفه تعمل ايه يعني. تقدم القضاء. تقدم القضاء وهيتحسب لها الاثنين. ويتحسب لها الاثنين. ده في حالة انها مش تقدر انها تصوم 6 لوحدهم. حتى لو قدرت تصوم او ما لناش دعوه قدرت دي. هي تصوم. هو تصوم عليها. قضاء. تمام. في شوال لانها ممكن تعملهم في الحجة أي ولا في اي في شهر. مظبوط. هي راح اختارت شوال. وقالت فرصة بعد رمضان كده وهي في حموتها عايزين نعمل الستة اللي في شوال دول. يبقى اذا هيتحسب لها النوم من شوال بالرغم انها ناوت انها قضاء. نعم. في مواقع تحميل ملفات، والمواقع دي احنا ما بندفعش فيها فلوس ولكن بننزل من الملفات دي او المادة العلمية اللي احنا عايزينها. هل ده يعتبر سرقة او سطو او حرام؟ لا، هي للاستعمال زي ما يكون اشتريت كتاب بس اشتريته لانهم بيوزعوه ببلاش لانه مفيش ادام الموقع. ما قفلش على نفسه. بس الموقع قد يكون واخدها سطو، يعني سطو على ملكيه فكريه، سطو على ملكيه فكريه لكتاب او انا فيه. انا من رايي انا من رايي بعد ابحاث كثيره في هذا المجال هو راي ابن حجر العسقلاني انه المعلومات دي لما تكون في فلاشة عندي تبقى ملكية خاصة، حطتها على الانترنت على الجمهور العام تبقى ملكية عامة. تبقى ملكية عامة وما فيهاش حاجة. تمام. طالما مش هنعرف نظبطها كده. تمام. طيب سؤال اخير، حد مشاهدة او يعني السيدة فاضلة بتقول في عندي امانة لشخص وتوفي، تتصرف فيها ازاي؟ تديها للورثة. 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 إن لم تكن تعرف الورثة أو ملوش ورثة تعمل إيه؟ تطلعها صدقة لله. صدقة لله. نعم. نعم. بس لازم الأول تبحث عن الورثة. تبحث عن الورثة. نعم. نعم. بارك الله فيكم في الدكتور علي جمعة. شكرا لكم. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بصحة وعافية. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.